بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حي الله الحاضرين والحاضرات معنا في هذه الأمسية وفي هذه الندوة الذي نصحبكم فيها بصحبة الخبراء والمتخصصين في عدة مجالات عبر منصة تزامن، أحد مبادرات عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد. ضيفنا الليلة حقيقة مميز، وموضوعنا الليلة برضو مميز. راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن أغلبكم يعني سمع عن الموضوع هذا، عن موضوع البيانات، وأنها البيانات هذه أصبحت هي النفط القادم في الفترة القادمة، فأصبح المقياس الآن مقياس الأمم بما تملكه من بيانات، بما تملكه من معلومات. أعتقد أنها هي حتكون الثورة القادمة في بخصوص هذا المجال. ضيفنا اليوم اللي راح يتكلمنا عن موضوع البيانات وحوكمة البيانات الدكتور حمود بن ظافر الدوسري، أستاذ ومشارك بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، وهو خبير ومتخصص في هذا المجال في علم البيانات والبيانات الضخمة أو ما يسمى بالبيج داتا. أترك الميكروفون لزميلي وأخي الدكتور حمود بن ظافر الدوسري، وأكرر الترحيب بكم مرة أخرى وبالدكتور حمود الدوسري، فليتفضل مشكورا لتقديم ندوته ويعطيكم العافية. تفضل دكتور حمود، الميكروفون معك. الله يزيد فضلك أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني على إعطائي هذه الفرصة وهذه المساحة. سعيد أني أكون موجود بينكم اليوم. الموضوع اللي راح أتكلم عنه يعني موضوع مهم، ويعتبر هو الخطوة الأولى في إدارة البيانات، اللي هو حوكمة البيانات. في ندوة اليوم أحاول إن شاء الله أني أخذكم معي في رحلة تكون خفيفة وتكون لطيفة، وسأذكر العديد من الأمثلة، وبنمر على عدة محطات لها علاقة بالبيانات، وسينتهي بين المطاف إلى المحطة الرئيسية اللي هي حوكمة البيانات. في البداية بنتعرف على ما هي أنواع البيانات، أو عفواً ما هو تعريف البيانات. بعدين راح نتعرف على أنواع البيانات، راح نتكلم قليلاً عن البيانات الضخمة اللي يعني هذه الأيام الكثير يتكلم عنها ويتكلم عن يعني الفوائد والأشياء الموجودة فيها. بعدين راح نتكلم على تحليل البيانات، راح نتكلم على خصوصية البيانات، ومن ثم جودة البيانات، ومحطتنا الرئيسية والأخيرة اللي هي حوكمة البيانات. في البداية لو أردنا أن نعرف البيانات، البيانات هي أي شيء نستطيع أن نخزنه في الحاسب. كل الأشياء اللي نستطيع أن نخزنها في الحاسب تصنف على أنها بيانات. النصوص، الأرقام، الصور، مقاطع الفيديو، الصوت، طالما أننا نستطيع أن نخزنها في الحاسب فهي تصنف على أنها بيانات. خلي أعطيكم مثالين على أشياء لا نستطيع أن نخزنها في الحاسب وبالتالي لا تصنف على أنها بيانات. لو قلنا مثلا المشاعر، مشاعر البشرية، الحزن والسعادة والانفعال والغضب، كل هذه الأشياء لا تصنف على أنها بيانات لأننا لا نستطيع تخزينها. صحيح أن نستطيع أن نستدل عليها من بعض العبارات وبعض النصوص، لكن لا نستطيع أن نخزن. أيضا الروائح، العطور والشم بشكل عام لا تصنف على أنها بيانات لأننا لا نستطيع نخزن. لا نستطيع الذوق على سبيل المثال، لا نستطيع أن يعني أن نخزنها في الحاسب ولا يستطيع الحاسب أن يعالجها، وبالتالي لا تصنف على أنها بيانات. هذا التعريف اللي ذكر من كامبريدج ديكشنري. أوكسفورد ديكشنري يتكلم على facts and statistics collected together for reference or analysis. أنا ما أحب أستخدم مصطلح إحصائيات، لأني في ظني أن الإحصائيات هي نتيجة لمعالجة بيانات. البيانات أنا أؤكد دائما أنها يجب أن تكون في مستواها الخام، في مستواها المبدئي. في أيضا تعريف للبيانات أن أي مجموعة sequence أو samples تعطي معنى معين بعد تفسيرها، وهذا تعريف ذكر في ويكيبيديا. يعني كل شيء له إشارة على أرض الواقع يصنف على أنه بيانات.
أنواع البيانات هي نمبرز أرقام ونصوص وأصوات وصور وفيديو. الثلاث أنواع الأخيرة يطلق عليها مالتي ميديا، وسائط متعددة، لأن أحياناً مقطع الفيديو على سبيل المثال هو عبارة عن صور متحركة وصوت، وأحياناً قد يحتوي على نصوص، وقد يحتوي أيضاً على أرقام إذا كان مثلاً في سبتايتل معين يترجم الكلام اللي يذكر من لغة إلى لغة أو حتى لنفس اللغة. إذن هذه البيانات، هذه أنواع البيانات اللي نتعامل معها بشكل يومي. بيانات بشكل يومي نتعامل معها في حواسيبنا، والآن بعد الثورة التقنية الحديثة، بعد ظهور الأجهزة الذكية وأيضاً التطبيقات وشبكات الواي فاي، أصبحنا عبارة كل شخص منا عبارة عن يعني محطة بيانات متنقلة، ننتج على مستوى الأفراد بيانات ضخمة بمشاركتنا على الإنترنت، إما في وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق تواصلنا مع بعض الجهات عن طريق التطبيقات. كذلك ظهر ما يسمى اليوم إنترنت في الأشياء، اللي هو إنترنت أوف ثينكس، اللي يبي يعني يحول الأشياء الجامدة من حولنا إلى أشياء متحركة أو إلى كائنات تتفاعل مع البيئة، وبالتالي تفاعلها مع البيئة عبارة عن بيانات، بمعنى أنه يرسل رسالة معينة. يعني لو كان مثلا جهاز معين، ممكن أن الثلاجة ترسل لك على جهاز الجوال أن مثلا فيه الحليب خاص قرب ينتهي، ممكن الكرسي اللي أنت تجلس عليه في دوامك يرسل لك رسالة أن وزنك زايد. هذا مفهوم إنترنت الأشياء اللي أصبح أيضا له صدى هذه الأيام، ويعتبر يعني مساعد في بناء بيئة ذكية تتفاعل فيها جميع الأشياء مع بعضها البعض. البيانات الضخمة، والبيانات الضخمة يعني بدأ الحديث عنها في يعني ممكن في عام 2000 وبعد 2000، وأصبحت يعني واقع نتعايش معه بعد الأجهزة الحديثة وبعد التطبيقات السريعة والمنتشرة وبعد شبكات الإنترنت لتكاد يعني تغطي كل الكرة الأرضية. يعني لا تكاد تذهب إلى مكان اليوم إلا تجد فيه يعني نقطة اتصال بالإنترنت، وبالتالي دائما نحن يعني أحياء في العالم الافتراضي بتواصلنا وبتفاعلنا مع بعضنا البعض أو حتى مع التطبيقات اللي نستخدمها بشكل أو بآخر. البيانات الضخمة أحدثت فوضى في عالم البيانات، أصبحت البيانات ما فيه أحد يتحكم في البيانات ولا في أحد يضع دستور للبيانات، أصبحت البيانات مشتتة، وأصبح كل طرف وكل شخص متصل بهذه الشبكة يستطيع أن يتفاعل وأن ينتج بيانات بطريقته الخاصة وبلغته الخاصة، وبالتالي البيانات الضخمة هذه يعني أصبحوا يعني اللي يشتغلون في البزنس بشكل عام بين خيارين. في طبعا بعض الإحصائيات تذكر أن البيانات الغير مهيكلة الانستراكشر ديتا اللي هي تمثل التكست والأوديو والإيمج والفيديوز، هذه كلها تصنف على أنها غير مهيكلة. غير مهيكلة معناها أنها لا تخضع لقانون SQL اللي هو عبارة عن جدول ذو أعمدة وصفوف، وبالتالي كل مرة تتفاعل مع الحاسب حتى ويخزن الحاسب بيانات يجب أن تكون البيانات هذه مكتملة في الصف، ويجب أن تكون موصوفة، بمعنى أن كل بيان يدخل في خلية معينة وصفه أعلاه. اللي منكم يعني اشتغل أو درس كورس للداتابيس، الوصف هذا يسمونه سكيما. فلو على سبيل المثال كان في تسجيل لحضور الندوة هذه، معناها أننا بنضع الرقم والاسم والجنسية والتخصص، هذه هو الوصف اللي أنا أتكلم عنه. الحاسوب لا يجد أي صعوبة في التعامل مع البيانات اللي تنظم بهذه الطريقة.
فيعرف لما أعطي رقم 12 يعرف أنني يعني أنا الحاضر رقم 12 للندوة. لما أكتب حمود يعرف أن هذا اسمي. لما أكتب علوم حاسب يعرف أن هذا تخصصي. لما أكتب سعودي يعرف أن هذا جنسيتي. شلون يعرف؟ عن طريق الصف الأول اللي هو يحدد وصف للبيانات اللي أسفل منه. المشكلة مع يعني الانفتاح اللي تم مع الأجهزة الذكية، مع انتشار شبكات الإنترنت، مع انتشار المنتديات البلوجز والسوشيال ميديا، يعني لم يعد يعني هناك قيود على البيانات المدخلة من الناس. فأنت لما تطلب على سبيل المثال في شبكة مثل تويتر أن الناس يكتبون، ما تقدر تقول مثلا إذا كتبت تغريدة معينة يجب أن تصف لي وين اسم المدينة. لو ذكرت في تغريدة مدينة لازم تقول ترى هذا اسم مدينة وهذا عمر، وأصبحت إدخال البيانات حر. هذه الحرية ريحت الناس لكن أتعبت الحاسب. وهذا مفهوم البيج ديتا. مفهوم البيج ديتا أن عندنا بيانات حجمها كبير، غير منتظمة، مصادرها متنوعة وسريعة الإنتاج. يعني إحنا وإحنا نتكلم الآن لا نكاد نحصي زيادة كمية البيانات اللي زادت بشكل عام، سواء في البنوك، في أنظمة البنوك، ولا في من العمليات اللي تتم من السحب والإيداع، أو من الشبكات الاجتماعية التغريد والردود، أو من القنوات الفضائية، أو من الأنظمة الإلكترونية بشكل عام، مستشفيات، إنتاج هائل جدا للبيانات. هذه البيانات وجبة مغرية جدا لكل متخصص في تحليل البيانات، فعندهم أدواتهم وعندهم لغات برمجة وأدوات وعندهم طرق وتقنيات حتى يحفرون في هالبيانات ويطلعون شيء ثمين، يطلعون من وراه فلوس. التجارب الحالية وأكثر التجارب الناجحة في هذا المجال عرابها الشركات التقنية مثل جوجل، وقبلها أمازون وفيسبوك وأبل. يعني هذه الشركات، وأيضا في بعض الجامعات استخدمتها، وفي بعض شركات الاتصالات استخدمتها. فالقصد أن الشركات الربحية بدأت بالاستثمار في هذه التقنيات واستطاعت أن يعني أن تحصل على نتائج مشجعة ومغرية من ناحية تقليل الكلفة، تقليل الوقت، زيادة المداخيل وزيادة الربح. كل هذه الأشياء يعني طلعت سمعة قوية جدا لتقنيات البيانات الضخمة. خلونا نتعرف على الحكاية اللي أمامنا. هذه أشبه ما تكون بهوشة بين اثنين. شركة من الشركات عندها واحد اسمه حمد. حمد هذا محلل بيانات، وهو اللي تشوفونه اللي لابس أحمر على اليمين، وسعد هو اللي ماسك المفتاح على اليسار. هذا وظيفته حماية البيانات، حماية خصوصية البيانات. في أحد الأيام جاء حمد بالأدوات الموجودة معه، الأدوات التي يستطيع أن يحلل البيانات بها وأن يرسم لوحة بيانات، يستخدم المشين ليرنينج الجوريثمز على أساس يسوي بريدكشن، يسوي جروبينج للكلاينتس الكاستمرز، يحل يعني سبب الخسائر إذا كان في خسائر، يطلع أنماط ممكن تكون الأنماط هذه مهمة لمتخذ القرار في هذه المنظمة أو المؤسسة. أول ما جاء وقفه سعد، قال لا لحظة وين؟ قال والله أنا رايح بستخدم البيانات وبطبق عليها التقنيات اللي معي حتى أطلع أشياء مفيدة تحسن العمل في الشركة. أنا مهمتي أن أستخرج أنماط تساعد متخذ القرار في اتخاذ قراره. مهمتي أني أزيد فاعلية العمل في الشركة عن طريق تقليل المصاريف وعن طريق زيادة المداخيل والأرباح وعن طريق تقليل عدد الإجراءات وعدد الناس اللي نحتاجهم في مهمة معينة. وأيضاً ودينا نتعرف على العملاء، ودينا يعني نحسن سمعتنا ونزيد رضاهم عن المنتجات اللي جالس ننزلها في السوق. وأيضاً في نقطة مهمة، ودي أني يعني أني أكتشف بعض الأشياء اللي قد تكون غريبة ومثيرة، يعني أشياء غير طبيعية قد تكون فيها
تهديد ثرود، أو قد تكون فيها يعني أشياء غريبة، أنماط غريبة قد تكون يعني فيها ريسك معين، مثل ما ذكرت أيضا رضا العميل ونتنبأ. بقول لهم والله إذا نزلتوا برودكت، فإذا فتحتوا فرع في مكان معين، كم ممكن تكون يكون الإقبال أو المداخيل اللي بيدخلونها عن طريق المنتجات اللي راح تبيعونها. وأيضا تارجتنج عن طريق أني أنا لما أسوق، يعني أنتم جالسين الآن ترسلوا الرسالة للناس كلهم وجالسين تزعجون الناس ولا تدرون وش الناس، يعني هل هم راضين ولا مراضين، وبعضهم ممكن يعني يسوي بلوك للرسائل اللي تصلها منكم، وبعضهم ممكن ما عاد يجيكم بسبب الأزعاج اللي أنتم جالسين تسوونه. أنا أقولكم أبفهم العملاء وأبصمم لكم حملات دعائية إلكترونية موجهة بناء على العمر، بناء على الجندر، بناء على المنطقة، بناء على الوقت، وأعلمكم وش الوقت المناسب إنكم ترسلوا رسائلكم. تراكم يعني الحملات اللي جالسين تسوونها جالسين تزعجون الناس. كل الكلام الطويل اللي ذكره حمد وهو واقف عند سعد الشخص المسؤول عن السكيورتي والمسؤول عن البرايفسي لم يقنعه. قال يا حبيبي شوف، كل الكلام اللي ذكرته على العين والرأس، لكن أنا مهمتي ووظيفتي في هذه الشركة أن أحافظ على هذه البيانات، أحافظ على خصوصية الموظفين، أحافظ على خصوصية العملاء وهي أهم. تعرف يا حمد أن لو طلع فضيحة على الشركة أن جالسين نتجسس على بياناتهم، تعرف أن هذه بتضر بسمعتنا؟ يعني هذه عكس الكلام اللي أنت جالس تقوله. وبالتالي أنا لن أسمح لك أنك تطلع على أي بيان موجود ولا تستخدم أي أداة لتحليل البيانات الموجودة. يعني هذا الدور اللي أنا أقوم به في الشركة. طبعا حمد رد قال أوكي إذا كان هذا دورك معناها أنا مش قاعد أسوي أنا في الشركة، يعني وش وظيفتي؟ يعني مو معقولة أني كل مرة أبجي يعني بسوي تحليل البيانات أنت توقفني. ودي إذا كان عندكم أسئلة ودي ترسلونها عن طريق الشات إذا كان في أي سؤال. يعطيك العافية دكتور حمود. أمس عندي يعني ملاحظة يعني صغيرة حول هل هن إحنا الآن إحنا نتكلم عن البيانات اللي هي الداتا، إحنا نسمع برضو عن مصطلح الانفورميشن المعلومات، يعني هل هناك فرق بين مصطلح الداتا وبين المعلومات؟ البعض يطلق نفس المصطلح، في يعني يطلق انفورميشن على الداتا، يطلق معلومات على البيانات، لكن الواقع أن البيانات هي البيانات الخام، البيانات الأولية اللي يتم جمعها. المعلومات هي مستوى أعلى من البيانات، بمعنى إذا عملنا معالجة على البيانات يطلع منها معلومات. أو البعض يعني يرى أن البيانات إذا وضعناها في الكونتكست، إذا وضعناها في مجال معين يصبح لها معنى، يصبح لها معنى. فالمعلومات مستوى أعلى من البيانات. جميل. طيب على أساس الناس اللي ما هم مختصين في الموضوع اللي حاضرين معنا في مجال البيانات، هل البيانات هل لها مكان محدد؟ هل هي محتكرتها شركة معينة، شركة جوجل ولا شركة أبل ولا شركة أمازون؟ هل البيانات هذه هل لها مكان محدد؟ يعني كل شركة عندها بيج داتا خاص فيها، ولا هناك فيه شيرينج للبيج داتا على مستوى العالم؟ البيانات كل واحد منا عنده بياناته الخاصة موجودة في جواله، الرسائل اللي تصلك، الكونتاكت للناس اللي تعرفهم، المقاطع اللي سجلتها، فكل البيانات منتشرة في كل أنحاء العالم، في كل زاوية. كل جهاز إلكتروني له وحدات إدخال وتخزين، هو يعتبر محطة بيانات صغيرة أو كبيرة. البيانات في الوزارات الموجودة عندنا وفي أي بلد في العالم لديها بياناتها الخاصة في خوادمها. الشركات مثل لو نتكلم على السوبر ماركت مثل التميمي مثل بندا عندهم بياناتهم الخاصة، الجامعات مثل جامعة الملك خالد وجامعة الملك سعود عندهم بيانات الطلاب، بيانات الموظفين، بيانات أعضاء التدريس، الدرجات. الشركات الكبيرة مثل أمازون عندها بيانات ضخمة جدا عبارة عن المبيعات اللي يبيعونها على الناس على مستوى العالم. فالبيانات منتشرة في كل مكان بغض النظر عن حجمها
فما في احد متحكم في البيانات. اكبر متحكم يعني لو في احد يتحكم في البيانات او خلينا نقول انه هو دليل العالم ومرجع العالم في البيانات من وجهه نظري هو جوجل. يعني استر في 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 فيها النقطه لان جوجل وفر خدمه او خدمات مجانيه للناس ابرزها واول شيء بدا به جوجل اللي هو سيرش انجن. احنا الان بوابتنا على الانترنت هو عباره عن جوجل، يعني ما في احد يخش على الانترنت الا عن طريق يعني الاغلبيه يعني او الاشهر محرك بحث هو جوجل فعلا. فبالاضافه الى هناك بيانات مفتوحه، هناك بيانات مفتوحه، البيانات المفتوحه مفتوحه للجميع، مفتوحه للجميع. ولعل الحدث اللي قامت به وزارة الإعلام مع المجموعة السعودية للبيانات اللي حدث في الويكند الماضي اللي هو داتاثون الإعلام، البيانات اللي اشتغلوا عليها المتسابقين هي بيانات الإعلام اللي وفرتها شركة جوجل من الأخبار بجميع أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية من 1979 إلى اليوم، إلى قبل 15 دقيقة، وتحدث بشكل دوري كل 15 دقيقة يحدثونها من كل اللغات. قامت جوجل بترجمتها وبتخزينها عندهم في قاعدة بيانات كبيرة جدا 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 وباللغة الإنجليزية وأوبن يعني مفتوحة ومجانية للجميع. فمركز التواصل الحكومي نظم لفعالية داتاثون الإعلام وفعلا طلعت منتجات وطلعت يعني بعض الداشبورد الجميله جدا من المتسابقين. فالاوبن داتا هي البيانات اللي تعرض وتوفر للناس بامكان اي شخص ان يصل لها من اي مكان بشكل مجاني وبدون قيود. بدون قيود يعني ما عليها ملكيه، اذا استخدمتها ما اشكر جوجل، اذا استخدمتها ما اشكر وزاره التعليم اذا كانت حاطه بياناتها اوبن. فمفهوم الاوبن مع الداتا معناها الغاء القيد المادي والقيد القانوني في ملكية البيانات. في بعض الأسئلة على الشات، ما أدري شايفها دكتور؟ إيه أنا جالس. من أين نحصل على البيانات المفتوحة؟ في كل بلد، في كل بلد له بوابة، له بوابة بيانات مفتوحة. وبيانات مفتوحة هذه للبيانات الحكومية، يعني اللي إحنا جالسين نتعامل معها. فالسعودية عندها بوابة، وإحنا جالسين أيضا نشتغل الآن على بوابة إن شاء الله تكون قريبة. أيضا الإمارات عندهم بوابة، طبعا البوابة الآلي رقم واحد على مستوى العالم هي بريطانيا، وفي تصنيف ثاني ظاهر ذكر أن 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 يبدو لي تايوان أو سنغافورة هي رقم واحد في 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 التصنيف. نرجع لسلايز محمد لان اشوف الشباب يقولون نبي نرجع نشوف حمد وسعد وش صار عليهم وسالفتهم. طيب نكمل سالفتهم يا دكتور. طيب الهوشه ما بعد انتهت. قال حمد ذكر سعد قال يعني انت جالس تسيء الظن فينا يا اخي، يعني احسن الظن. سعد ذكر له بعض الحوادث، قال انتم ترى لسه ما نسينا تدخلكم في 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 محل في امريكا اسمه تارجت، حللوا بيانات الناس والعملاء وطلعوا عرفوا ان وحده حامل وبغوا يسببون بينها وبين ابوها مشكله، فانتم جالسين تخلون بيانات الناس الخاصه وقود على اساس تسترزقون من وراها. يعني هالشيء هذا ترى احنا في 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 الداتا بروتكشن البرايفسي هذا مزعج جدا بالنسبه لنا. يعني لما تشتغلون بهالطريقه احنا نتهم بان مقصرين في عملنا. وعندي ايضا قصه اخرى عليكم، طبعا انا حطيت حسابي في تويتر على اليمين القصه كامله تلقونها في حسابي اللي قصه متجر تارجت. قالوا ايضا الفيسبوك وكامبريدج اناليتيكا هذه اثرت على الراي العام في امريكا وعلى الانتخابات في امريكا. فيسبوك أعطت باعت بيانات اليوزرز اللي عندهم الشركة اسمها كامبريدج أناليتيكا وحللوها، وعن طريق تحليل البيانات هذه استهدفوا الولايات المتأرجحة، يعني ما هي مع هيلاري كلينتون ولا مع ترامب، وعرفوا الناخبين وش يحبون وش يكرهون واستهدفوهم حتى يؤثرون على رأيهم ويصوتون لترامب.
ايضا هذا ما هو يعني تدخل وفيها يعني، وهذا يعتبر داتا بريتش. طبعا في سلايدز ما هو ديسكريميشن، هذا داتا بريتش بس انا عكست هنا، هذا اختراق للبيانات. المفترض يعني لا توفر بيانات الناخبين لاي شركه ولا تستثمر لتغيير يعني راي معين. طيب يقول حمد، طيب اوكي وش عندك بعد؟ قال ايضا فيه النظام اللي يستخدم في المحاكم الأمريكية، هذا فيه discrimination، هذا نظام عنصري. النظام هذا يستخدمونه بعض القضاة حتى لما يجون يحاكمون واحد يتنبؤون هذا لو نفرج عنه، أو مو يتنبؤون، النظام هذا يعطي رقم من 100 على إمكانية أنه يرتكب جريمة لو تم الإفراج عنه. هذا النظام نظام بني على بيانات عنصرية، وفيه تقرير من بروب بابليكا، واحد مسكين طفل أسمر عاقبوه، وواحد أبيض كبير في السن أفرجوا عنه بعد سنتين، اللي أفرجوا عنه حكم عليه مدري كم سنة، سوى جريمة ثانية، والطفل هذا كان قضيته سارق يعني سكوتر بسيط، يعني ما يعني شيء بسيط، بينما هذاك سارق مبلغ. فنظام فأنتم جالسين تبنون في الديتا أناليتكس، تبنون موديل نموذج يعزز العنصرية. يعني احنا نبي نحارب العنصرية على مستوى البشر، أنتم تنقلونها حتى الحاسبات. الكلام هذا كلام سعد، وحمد جالس يسمعه. قال حمد الله يهديك، أنت لا تنظر إلا للجانب المظلم، وهذه حالات فردية وحالات استثنائية، وأنت جالس تعمم. يا أخي إحنا عن طريق جوجل في 2009 تم تطويق إنفلونزا الخنازير، تحليل البيانات أعطى نتائج تفوق على المراكز الصحية. تخيل أن جوجل استطاعت أنها تتعرف على الأماكن اللي حدث فيها الوباء حتى يعني يطوقونه ما ينتشر. هذا شيء عظيم جدا. انت لو احد، لو عند جوجل واحد سعد مثلك كان ما يعني كان انتشر المرض، لكن جوجل استطاعوا انهم يحددون الاماكن اللي انتشر فيها الانفلونزا في خلال ثواني، بينما المراكز الصحية تجلس اسبوعين حتى تبلغ عنها. جلس يناظر سعد وقال وش عندك غير هذه؟ هذه جوجل ما نقدر نقول فيها شيء. قال فلوسك اللي في البنك يا سعد من اللي يحميك؟ لو واحد سرق بطاقتك وراح وسحب 5000، وأنا أعرفك إنك ما تسحب إلا 500 أعرفك، ولا تسحب أنت إلا بالصباح. تدري إن إحنا ركبنا سيستم مراقبة دورية على حسابات العملاء حتى يضمنون إن العملية اللي تمت عملية شرعية ما فيها فرود، ما في احد سرق بطاقتك وراح وسرق فلوسك. اخرتها سعد جالس تقول احنا نتجسس على بيانات العملاء، واحنا نسوي واحنا نسوي. قال طيب اوكي وش عندك بعد غير هذه؟ قال هذه صحيح انها يعني ما هي زي الاولى والثانيه، لكن لازم اقولها. الاولى في الصحه، والثانيه في الفلوس في البنوك، الثالثه في التعليم. شركه جامعه سانت لويس بامريكا رجعوا البياناتهم، حتى تعرف بس انت جالس تمنعني من البيانات اللي عندنا في الشركة، واني يعني اخلق لهم فرص جديدة واتنبأ عن المخاطر اللي ممكن تجينا في المستقبل. شوف شركة في جامعة سانت لويس بعد ما حللوا بيانات العملاء، بيانات الطلاب عندهم، وجدوا ان طلابهم من نفس الولاية. ف جاء واحد وسأل بعد ما طلع بالنتيجة هذه، قلنا أن الطلاب من نفس الولاية، قال سوت يعني وبعدين طيب وش المشكلة؟ اللي من نفس الولاية يدفعون مبالغ، ما عندنا مشكلة. فإحنا قلنا له شوف، خلنا نجرب نسحب البيانات الموجودة عند إدارة التعليم عن 5 سنوات أو 6 سنوات القادمة خريجين الثانوي، وخرج بنات من المستشفيات عن معدل المواليد.
إذا إحنا إذا كان نسبة الطلاب اللي يدرسون عندنا 98% من نفس الولاية، معناها أن إحنا مرتبطين بالمواليد في الولاية وبخريجين الثانوي من الولاية. لو تأثروا، لو قلوا، حيقل البزنس عندنا في الجامعة، حيقل الإقبال علينا. والعكس صحيح. قالوا أوكي، راحوا وشروا البيانات من إدارة التعليم، وبعدين اكتشفوا أن بعد 5 سنوات بيصير فيه دروب، نسبة المواليد تقل في الولاية. معناها بعد 5 سنوات حيكون عندهم مشكلة مالية في تغطية تكاليف الجامعة وفي الأرباح، حتقل عندهم. وإحنا يا سعد أعطناهم توصية بأنهم يسوون ماركتينج. أنا اللي يوم قلت لك أنكم جالسين تزعجون الناس، أعطناهم توصية أنهم يسوون ماركتينج خارج الولاية، يحاولون أنهم إيش يجذبون الطلاب من الولايات الأخرى، يحاولون أنهم ينوعون. أنتم جال الجامعة جالسة بس تركز على الولاية. تخيل يا سعد أنهم حطوا خطة 6 سنوات أو 10 سنوات، حقق نفس الخطة في 4 سنوات فقط، وكلها من الديتا أناليتكس. إحنا جالسين اشتغلنا على هذه وأعطناهم الريكومنديشن وأخذوا أكشن، وفعلا دخلوا أرباح وإضافية وغيروا الديموغرافيك حق الطلاب عندهم، وزاد الجراديويشن ريت، معدل التخرج، وهذا يرفع رانك الجامعة. كل هذه الأشياء لو هم قفلوا على البيانات وقالوا بيانات طلاب وخصوصية وما أدري إيش، جتهم الصقعة بروسهم بعد 5 سنوات، وحيتأثرون، واحتمال ما يصير لهم ريكافري ولا يتعافون إلا بعد فترة طويلة. اللي بالنص هذا اسمه مساعد، وهذا موظف الشركة خاص بحوكمة البيانات بالديتا غوفرنس. دخل عليهم وقال يا أخي تراكم والله صراخكم واصل لنص السيب، وش عندكم؟ علموه بالسالفة. قال لهم يا جماعة ترى البيانات يعني لها أحكام ولها قوانين، الدعوة ما هي فوضى، وأنتوا مو من حقك يا حمد أنك تجيب الأدوات وتخش على الداتابيس، لا دستور ولا شيء، وتجلس تحفر في البيانات وتستخرج، ولا من حقك يا سعد أنك تمنعه بدون ما يكون عندك يعني قاعدة أو رول أو فقرة نظامية تعطيك يعني تعطيك الحق إنك تمنعه. قالوا طيب وش عندك يا مساعد؟ قال أنتم سمعتوا عن شيء اسمه data governance؟ ما أدري. جلسوا ينظرون بعض، قالوا ما أدري. قال طيب أوكي، خلوكم معي، أنا باخذكم في جولة أبعلمكم وش data governance، وبعلمكم كيف الديتا غفرنس انها بتحل الاشكاليه اللي انتم فيها الان. يعني فعلا انت يا حمد ما وظفوك الشركه الا يبون تطلع لهم تسوي تحليل على البيانات، تطلع لهم مودلز، ديسكريبتيف مودلز وبريدكتيف مودلز، موديل وصفي وموديل تنبؤي، وتطلع لهم قراءه عن مؤشرات الاداء اللي عندهم، وتشوف هل هم في الطريق الصحيح ولا لا، وتعطيهم توصيات. انت تستلم راتب على هالاساس، وانت يا سعد مهمتك مهمة أيضا مثل حمد، حماية البيانات، حماية أي مخاطر على الشركة وأنظمتها، وبالتالي كلكم مهمين. لكن خلونا نشوف، أعطوني بس فرصة وأنا بكلمكم أنا ليش وظفوني وش مهمتي وكيف أني بقدر أخدمكم كلكم يا الاثنين. وترى ما في تعارض بين عملكم، كل واحد منكم حيقوم بعمله على أكمل وجه، بس يا جماعة ترى الوضع مو فوضى، كل شيء له نظام وكل شيء له أحكام. قبل ما أخش خلوني بس أعلمكم على أهمية الديتا غفرنس. هذا الكلام يقوله مساعد، ليش الشركات والحكومات والوزارات اهتموا بالديتا غفرنس؟ الديتا غفرنس هي الخطوة الأولى لإدارة البيانات. بدون ديتا غفرنس، أو قبل خلوني أترك الديتا غوفرنس، خلوني بس أعطيكم جولة سريعة. البيانات الغير نظيفة أو البيانات اللي جودتها منخفضة وش أضرارها؟ تدرون أن 1 من 10 منظمات في أمريكا تستطيع هي تصنف بياناتها أنها بيانات ممتازة، بينما 9 يقولوا لا ما احنا متأكدين، شكك والله ما ندري. 20% من الكوست ومن الخسائر اللي تتم هي بسبب ضعف جودة البيانات.
في أمريكا 611 بليون دولار يضيع سنويا، تخسرها الشركات سنويا بسبب ضعف جودة البيانات. في مشاريع البيانات الضخمة 60% منها فشل بسبب ضعف جودة البيانات. 40% من المبادرات في البزنس لم تحقق أهدافها بسبب ضعف جودة البيانات. 40% من البيانات أو 40% من خسائر البزنس كلها من ضعف جودة البيانات. وش أسبابها؟ السؤال هذا يسأل حمد وسعد. طيب سعد وش السبب؟ ليش البيانات ما هي بنظيفة؟ قال في دراسة صنفت، قالت أول وأكبر سبب هو data entry by employee، الموظفين اللي يدخلون بيانات. إحنا كبشر إذا جينا ندخل بيانات للأنظمة نخطي، بدل ما اكتب حمد كتبت أحمد، بدل ما اكتب 14 كتبت 41. ف 58% من الأخطاء اللي إحنا لقيناها من الموظفين. Data migration or conversion project، أبنقل بيانات من مكان من سيرفر لسيرفر أو بحولها من شكل إلى شكل، هذه 47%. 44% إذا جيت بجمع البيانات من أكثر من مصدر وبحطها في مصدر واحد في الديتا وير هاوس على سبيل المثال، يصير فيه تكرار ويصير فيه أخطاء ويصير فيه بيانات ميسنج ويصير فيه 44% بيانات تخرب. إذا غيرنا السورس للسيستم من داتابيس قديمة إلى جديدة 44% هذه سبب. وأخطاء السيستم، يعني لاحظوا أن السيستم أخطاء 43% بينما أخطاء البشر اللي هم الأول 58%. كل هذه تسبب لنا هدك. البيانات هي رأس مال الشركة، عن طريقها نستطيع أن نقيس الأرباح ونقيس التكلفة ونقيس هل إحنا صايرين نزيد تكلفة، عفوا نزيد أرباح من سنة لسنة أو لا. إحنا نستطيع أن نتواصل مع العملاء عن طريق البيانات، نستطيع أن نقيس المكسب اللي نكسبه كل يوم، نستطيع أن نقيس جودة المنتجات، نستطيع أشياء كثيرة من البيانات. فإذا كانت البيانات هذه غير مفيدة غير نظيفة، معناها كل الأشياء اللي أنا ذكرتها الآن حتصبح مشوشة، وكل القرارات اللي بتظهر منها بتصبح غير دقيقة. أيضا عندي إذا كانت البيانات poor data quality، ضعيفة، وش المشاكل اللي تحدثها؟ أول شيء extra time to reconcile data، وقت يعني تكلفنا 45% من الوقت، بمعنى أن المهمة اللي ناخذ فيها 10 ساعات بناخذ فيها 14 ساعة ونص. الكوست تكلفنا أكثر 44%. loss revenue نخسر أرباح كثيرة 42%. أيضا يؤخر النيو سيستم، إذا كنا بننتج سيستم جديد يأخر بنسبة 40%. يعني لو كنا متوقعين أنه بيطلع مثلا في 10 أيام أضيفه 4 أيام على العشر، تصير أنت أخر ما نضيف بعد أسبوعين نطلعه. أخطر شيء bad decision making، يحرجنا، هذه حتحرجك يا حمد مع المدير. تجي بكرة تقول والله أنا اكتشفت كذا، لو فتحنا فرع في كذا، لو مثلا طلعنا برودكت كذا. إذا كانت البيانات غير نظيفة ترى هذه فيها ريسك عليك يا حمد. طبعا في كلمة مشهورة في الديتا كواليتي يقولون garbage in garbage out. الان عندنا هو البيانات، فإذا البيانات اللي جالس السيستم يتعامل معها غير نظيفة، معناها كل ما يبنى على البيانات هذه سيعطي نتيجة غير دقيقة مضللة، أو المعنى اللي دائما يكرر ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. وهذه الكلمة garbage in garbage out مشهورة. طبعا لو انتقلنا مثلا إلى البيئات التعليمية، أنا أقدر أمثل لكم garbage in garbage out بنوعية الطلاب اللي يدخلون قسم معين. كلما كان الفلتر قوي وكلما تم اختيار طلاب ممتازين ورفعوا ستاندر، معناها أن المخرجات وسمعة القسم حتصير ممتازة. لماذا؟ لأن quality in quality out عكس garbage in garbage out.
فيه عبارة analytics is the discovery and communication of meaningful pattern in data. هذا تعريف الاناليتكس. الاناليتكس في ويكيبيديا ان الاناليتكس عبارة عن اكتشاف انماط مهمة ولها معنى ولها قيمة في اي مؤسسة. Today powerful computation can produce large amounts of erroneous information in a short time. الان الاجهزة اللي الأجهزة السوبر كمبيوتر اللي احنا اللي نتعامل معها اليوم صحيح انها اعطتنا قوة في المعالجة، لكن كثر الأجهزة وتنوعها وكثر العمليات اللي تتم اللي تقوم بها هذا يعرضها انها تقع في اخطاء. وذكرنا قبل شوي ان واحدة من الدراسات انها ذكرت 44% هي اخطاء من السيستم. نكلمكم على المانجمنت هايراركي، الهرم حق المانجمنت. في عندنا لو وعندنا او عندنا بوتوم وعندنا توب. بالنسبة للبوتوم عندنا data operation. الoperation اللي تتم في أي organization تعتبر هي foundation practice للdata. الdata architecture، الarchitecture الخاص بالdata. الdata quality، استراتيجية حقت إدارة البيانات وأيضا حوكمة البيانات. كل هذه العمليات عبارة عن البيس الأساس اللي يبنى عليها أي نظام. إذا بنيت وأسست بشكل قوي كل الأنظمة اللي في التوب، ماستر داتا مانجمنت، بيج داتا، داتا مايننج، داتا وير هاوس، كلها ستكون مهمتها سهلة وستعطي نتائج ممتازة. ونتائج طبعا نتائج ممتازة إذا كان فيه ناس يشتغلون وعقليات يشتغلون ويطلعون أنماط من البيانات، لكن أقصد خلنا نقول نتائج نظيفة، يعني هتضمن لنا أن البيانات اللي تتم في السيستم نظيفة، أن البيانات دقيقة، البيانات حديثة، وهذه مهمة. لكن يرجع مساعد ويقول لا، إحنا مش هذه فقط مهمتنا. صحيح أن النتيجة الأخيرة من حوكمة البيانات إنها تنتج لنا بيانات نظيفة، لكن إحنا ندخل في الوسط قبل النتيجة. إحنا نحمي البيانات من وصول الناس الغير مصرح لهم. من يملك البيانات؟ البيانات لما أذكر يعني بيانات معينة يجب أن يكون متفق عليه، يعني متفق بين جميع أقسام المنظمة وش يقصد مثلا، وش الوحدة اللي يستخدمونها، اللي يستخدمون الدولار ولا الريال. لو قلنا مثلا delivery date، تاريخ التوصيل، هل هو المقصود بأن خروج البضاعة من المستودع ولا وصولها للعميل؟ كل هالأشياء ترى إحنا مو بس شغلنا بس في data quality، هذه واحدة من الأشياء اللي إحنا نقدمها. أوه هذه وش هذه اللي أمامنا يا مساعد؟ كان هذه واحدة من الشركات كان عندها أقسام، كان قسم للمبيعات وقسم للتسويق وقسم للسيرفس الخدمات، للكستمر سيرفس، قسم للخدمات. الشركة هذه بدأت بما أنها قديمة جداً الشركة هذه، فكانت أنظمتها أنظمة يدوية. يوم دخلت التقنية تحولت إلى أنظمة إلكترونية، ولكن نقلوا الأنظمة الإلكترونية اللي عندهم، عفواً الأنظمة التقليدية اللي عندهم، نقلوها من إلى أنظمة إلكترونية. ما حدثوا الأنظمة، ما أخذوا في الاعتبارات أن المهمة تتغير في كون أن ينفذها موظف أو ينفذها حاسب. نقلوها كما هي وما غيروا الرولز اللي هم يشتغلون عليها، وبالتالي اكتشفوا لاحقاً في مشاكل كثيرة خرجت. عندهم ثلاث أقسام، كل قسم من الأقسام الثلاثة عندها بياناتها الخاصة. ولاحظوا أن قسم المبيعات يجمع بيانات عن العملاء، قسم التسويق يجمع بيانات أخرى عن العملاء، وقسم الكاستمر سيرفيس يجمع بيانات أخرى. يوم جمعوها مع بعض في داتا وير هاوس كلها وجدوا في تضارب. كيف أنتوا تقولون خالد ساكن في الرياض؟ هذا كلام المبيعات. الماركتينج يقولوا ساكن في الدمام. من الصح؟ ما يدرون من الصح. في رقم جوال، عدد خاناته ناقصة،
رقمين مختلفين. كل هالأشياء حدثت لأن البيانات كانت تجمع، كل قسم يجمع بيانات مختلفة عن الآخر، وهذا يسمي الرقم ID وهذا يسمي الرقم نمبر، فحدثت مشاكل في 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 تضارب في البيانات. يبون يسوون، حمد قال وقف هذه، أنا لو صارت عندنا في الشركة هذه أنا ما أدري وشلون أسوي ماركتينج تسويق مثلا، ما أدري كيف يعني أقسم العملاء، لأن البيانات متضاربة. كم عدد العملاء في الدمام؟ اللي في السيلز يقولون 500 واللي في الماركتينج يقولون 1000، فأنتم بتلخبطوني بهالطريقة هذه. التشتت هذا، الكلام هذا اللي يقوله مساعد لهم، يقول التشتت هذا لو سووا governance للديتا حقتهم لن تخرج لهم كل المشاكل هذه. طيب أوكي، وش governance؟ كلمة governance مأخوذة من حوكمة، تحكم، لها علاقة بالأنظمة وبالقوانين تسمعوني؟ ايوه نسمعك دكتور، بس الظاهر صار انقطاع عندك بسيط وتعيد تعمل شيرنج للبزنس. طيب اخر كلمه قلتها وش هي؟ في الجفرنس. اوكي ابدا بالسلايس هذا. ايوه فالبيانات يعني بس يا دكتور اوكي اي سي البرزنتيشن. اوكي ها واضح؟ اي واضح نعم. طيب فمفهوم الجفرنس، كلمة جفرنس معناها تحكم. فالبيانات الموجودة في المؤسسة يعني تنتقل من نظام إلى نظام بشكل يجب أن يكون يعني في أنظمة تحكم. لما أنت يا حمد تبي تأخذ بيانات معينة يجب أن يكون مصرح لك البيانات هذه، يجب أن نعرف من مالكها، هل مالكها قسم السيلز ولا قسم الماركتينج ولا قسم كاستمر سيرفيسز. لازم يكون فيه جهة هي اللي تجمع البيانات والجميع يرجعوا لها، الجميع يرجعوا لها، بمعنى أن الموضوع ما هو فوضوي، البيانات تتحرك من نظام إلى نظام بآلية معينة وتحت قوانين معينة. وبالتالي لو رجعنا التعريف governance حتى في اللغة، to make and administer, to exercise, to control, to regulate, to keep, to control, to exercise. كأنك جالس في محاضرة خاصة بالقانون واللوائح والأنظمة. وش الحدث اللي تم وخلى أغلب المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو الشركات ما يأخذون الديتا جفرنس في الاعتبار؟ هو مثل ما ذكرت، هو التحول إلى التعاملات الإلكترونية، التحول من التعاملات العادية باستخدام الأوراق وباستخدام المراسلين وباستخدام الصادر والوارد الكلاسيكي. هذا كانت البيانات سكاترزد وغير قابلة أصلا للتحليل، ولا لأن ما كانت مخزنة في أجهزة الكمبيوتر. الشركات والمنظمات يوم انتقلوا إلى العالم الإلكتروني انتقلوا بدون ما يأخذون في الاعتبار الاختلاف القوانين والأنظمة. الآن قواعد اللعبة اختلفت، الآن عندنا بيانات تخزن لبيانات الشركة، وهناك أيضا بيانات نتجت عن طريق الفضاء الجديد. خلوني أعطيكم أوضح لكم النقطة هذه، ولو أنها استطراد لكنها مهم. من يشتري من أمازون عن طريق الويب سايت أو المتجر حق أمازون، يجمعون أمازون عنه كل شيء،
خشيت بتشوف جوال كم قعدت من دقيقة وانت تشاهده على الشاشة؟ تسمعوني؟ تسمعوني؟ واضح واضح دكتور نسمعك. أوكي لأن جتني مسج. كم جلس؟ كل الأشياء هذه أعطت أمازون ميزة إنها تجمع بيانات ضخمة جدا. تخيلوا إن أي واحد يدخل متجر أمازون يعرفون حتى لو متاخذ آيتم وتحطها في السلة وبعدين ترجعها كم دقيقة تشوف سلعة معينة كم مرة تتكرر عليها. كل الأشياء هذه جمعتها أمازون لأن المتجر حقها إلكتروني ولأن فيه يعني البلوجز كلها ويجمعون داتا عن كل شيء. كم مره دخلت؟ وش الوقت اللي دخلت فيه؟ كم جلست؟ وش شريت؟ والله شوف اللي يسال يقول هل هذا تجسس على العميل؟ ترى اسئلتكم بتخليني استطرد كثير. الان طلعت اذا انتم سمعتوا الجي دي بي ار، هل سمعتوا على الجي دي بي ار؟ الجي دي بي ار هذا نظام طلع في الاتحاد الاوروبي، طلعوه بدأ في ماي السنة هذه. الجي دي بي آر خرج حتى يجاوب على سؤالك هل هذا تجسس. السؤال هل البيانات هذه اللي أنتجت هل هي ملكك ولا ملك الشركة؟ هذا سؤال جوهري. بمعنى طبعا هذا إذا افترضنا أن أصلا كل واحد يوم أنشأ له حساب في أمازون يعني وافق على شروطهم وقالوا ان البيانات زيارتك المتجر وجمع البيانات هذه انها يعني ملك الامازون ويحق لها ان يعني تعالجها بدون الرجوع لك. طبعا الجي دي بي ار هي بدات في ماي في 2018 والان في اعتقد في إحدى الولايات الأمريكية فيها شيء مشابه للجي دي بي آر، والجي دي بي آر اللي هو General Data Protection Regulation فلها علاقة بالغوفرنس. في إحدى الولايات الأمريكية حذت يعني حذوا الجي دي بي آر وابتداء من جانوري 2020 عندها أحكام بتنزل أحكام الهدف منها هو حماية خصوصية أو فرض أنظمة وقيود لزيادة يعني خصوصية العميل. طبعا في صراعات يعني ما بين شركات الإنترنت في أمريكا اعترضوا على يعني على هالقرار وبتتأثر، قالوا حتؤثر على الاقتصاد في أمريكا. أحدثت جدل. أنا ما ودي أستطرد في الموضوع هذا لكنه يصب فيها الخانة. يعني الجي دي بي آر والنظام الموجود في أمريكا هدفها منع أمازون. أنتم طلعتوني أنا ماسك أمازون كإكزامبل وبعدين بروح أقارنها حتى أعلمكم وش الجاب اللي حدث وخلى الناس ما ينتبهوا للديتا غافرنس أو ما يطبقونها بالشكل الصحيح في بداياتها. أمازون تجمع بيانات وهذه غررت فيها قبل وممكن أسوي لها ريتويت الليلة في طرق جمع أمازون للبيانات عن عملائها. المتجر إذا كان إلكتروني بإمكانك تجمع كل شيء عن العميل، لكن إذا كان المتجر كلاسيكي أنك تروح مثلا تدخل مثلا زي ما تدخل بندا والعثيم وتوقف أمام رف 10 دقائق وتروح وتأخذ بتسلة وترجع، الأشياء هذه يعني غير قابلة للجمع إلا إذا بيركبون كاميرات. لكنها الخلاصة أني أقارن بين نظام أمازون هو الانتقال من نظام البيع الكلاسيكي إلى النظام الإلكتروني وأعطاهم باور، أعطاهم قدرة على أنهم يجمعون بيانات كثيرة جدا عن كل ما يحدث في المتجر. بينما المتجر العادي اللي موجود مثل بندا ومثل يعني ممكن تدخل في المحل وتشوف وتاخذ مثلا ايتم معين وترجعها فما يدرون انك اخذتها ورجعتها، توقف امام رف معين 5 دقائق 10 دقائق ما يدرون. الانظمه الالكترونيه سواء في الوزارات او في الجامعات او في الشركات الصغيره او الكبيره يوم انتقلت الى الفضاء الالكتروني، انتقلت الى
تطبيقات وإلى نظام إلكتروني يكون فيه المهام والتواصل بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء وأداء المهام. لعل أبشر على سبيل المثال نظام أبشر لعله واحد من الأمثلة. الآن فتحت لهم مجال آخر من البيانات ما كانت موجودة في النظام التقليدي الأول. كم الوقت المستغرق يوم دخل العميل في أبشر مثلا على سبيل المثال، وش العمل اللي سواها، كم واحد استخدم السيرفس هذه، يعطونهم فرصة انهم يعطون فيدباك، كم مرة صار في مشكلة في اللوك إن. البيانات هذه يعني بيانات كبيرة جدا وفرتها الأنظمة الإلكترونية. طيب وش الديتا غفرنس؟ فالخلاصة من القصة اللي أنا قلت لكم أن الديتا غفرنس انتقلوا من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني بنفس الأنظمة التقليدية. المفترض أن يكون عندهم أنظمة أو أنهم يعيدون ويسوون أبديت للأنظمة الموجودة في المؤسسة، لأن الآن البيانات ما صارت في أوراق، البيانات صارت في أنظمة، والأنظمة قد تخترق سواء من الناس الموجودين داخل المؤسسة، انها لا يسمى اختراق لكن ممكن اني اطلع على بيانات انا ماني بالشخص المخول، ماني بالموظف المخول اني اطلع عليها. وبالتالي قبل في الاوراق ما كان في فرصه اني اطلع عليها. اذا تعريف الداتا جوفرنس، الداتا جوفرنس هي از ذا اوفر اول مانجمنت، هي الاداره الكليه لافيلابيلتي اتاحه البيانات واليوزابيلتي وسهولة استخدام البيانات والكواليتي جودة البيانات والسيكوريتي. فشوف أنت يا حمد إحنا حريصين بالكواليتي، وأنت يا سعد إحنا حريصين بالسيكوريتي، وكلاكما زين. الأفيلابلتي بتصير أفيلابل للكاستمر في الوقت المناسب، واليوزابلتي بتصير سهلة الاستخدام، سهلة الاستخدام بتصير يوزابل ديتا، إن مثلا لها وصف في ستاندر لكل الأقسام اللي موجودة عندنا. ما أقول نمبر وآي دي ونم ون أو، لا، حيكون لها مرجع واحد، حيكون لها تحديث في مكان واحد، وحتتحدث في جميع الأنظمة. أيضا تعريف ثاني للديتا governance، data governance is an ongoing and repeatable set of processes and controls to organize, design, leverage and safeguard data throughout its life cycle. إذن أنا حرصت أني أجيب التعريف هذا لأنه ينص على أنه ترى الديتا غافرنانس ما تسوى بس مرة، لا، كل مرة هي عملية مستمرة، وبالتالي ممكن كل سنة، ممكن كل سنتين، وبالتالي تنزل كل مرة. وأيضا طبعا هي repeatable ongoing مستمرة، القوانين تتغير يعني في أنظمة جديدة، فيه devices جديدة غيرت، يعني أنظمة العمل الموجودة تتغير، وبالتالي يجب أن تحدث الديتا غافرنس. الديتا غافرنس خاصة بإيش؟ بالبروسيس، بالإجراءات وبالتحكم وبتنظيم وتصميم وجمع الديتا على مستوى المنظمة بشكل عام. وش نتيجتها؟ النتيجة هي accessible، حيعطيني بيانات قابلة للوصول من الشخص المناسب في الوقت المناسب timely وبالجودة المناسبة. طبعا هذه ممتازة جدا لك يا الشخص المسؤول على تحليل البيانات مثل حمد، والشخص المسؤول عن حماية البيانات مثل سعد. الآن السلايدز هذه data governance في الوسط، تلاحظون الدايمنشنز الموجودة قدامكم كلها تؤخذ في الاعتبار إذا جينا نكتب الدوكيومنت الخاصة بالديتا غفرنس. الأورغنايزيشن، منظمة نفسها، البوليسز الإجراء، الضوابط الموجودة عندنا، الكتالوج الخاص بالبيانات، تعريف البيانات وتعريف تحليل البيانات، مصادر البيانات، جودة البيانات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، العمليات اللي تتم على البيانات. جماعة البيانات لها ميلاد ولها عمر وتتم بمراحل،
بعضها يشوه وبعضها يتم تحسينه وبعضها يعيش عمر طويل وبعضها نستطيع أن نتحكم فيه وبعضها لا نستطيع أن نتحكم فيه. وأيضا مهتمين بالديتا سيكوريتي، وهذا عملك يا سعد، هذا عملك يا سعد. لاحظوا كم عندنا 8 جهات، وبالتالي الناس اللي ما في أحد، أنا ما أتوقع أن في شخص يستطيع أنه يسوي ديتا غفرننس الحالة. موضوع مو بسهل، الموضوع يحتاج واحد فاهم بالستركتشر حق المنظمة، بالأنظمة واللوائح، بالبيانات، بالعمليات، يعني شيء كبير. الديتا غفرننس كومبوننتس اللي هي الوحدات اللي لما نقول أوكي الآن إحنا يا مساعد نقول كيف تسوي عملك يا مساعد؟ معقولة أنت اللي مالك إلا 2 شهر بتكون بالأشياء هذه كلها، بتغطي ستركتشر وبالكواليتي والله لو أنك عاد؟ قال لا لا لا، مو أنا الحالي. العمل يبدأ بلجنة على مستوى المنظمة بشكل عام، وقد يرأسها المسؤول الأول في المنظمة. المنظمة هذه تبني لنا Data Governance Policy، تبني لنا Data Governance Policy، تحط لنا الحدود والإطار العام لحوكمة البيانات. هذه بتوصية من اللجنة اللي تعتبر اللجنة العليا في نفس المنظومة، يحددون لجنة أخرى، لجنة أخرى يسمونها Data Governance Committee، لجنة حوكمة البيانات. أنا يا مساعد أنا اللي أرأسها، وأنا الشخص اللي هذا كل همي كل شغلي. تدرون وش نحن ننتج بالأخير؟ حتى نفتك من الهدك اللي جالسين أنتم ليل نهار معيشينا، حننتج زي ما تقولون دستور. هذا الكتاب إحنا نسميه Data Governance Manual. وش هذا يا مساعد؟ قال هذا هو اللوائح والأنظمة اللي تنظم إدارة البيانات من بدءها ومعالجتها إلين تخش في الأرشيف وخلاص ما عاد نحتاجها، عن طريق بروسيجرز من الناس اللي يشتغلون عليها، وش الإجراءات البروسيس والخطوات اللي تتم عليها. جميل، كلام ما شاء الله تبارك الله. طيب هالثنين هذول اللي تحت يا مساعد مين هم؟ Data Steward Group. قال هذولا احنا لما نجي ونحط دستور ولا سموه اللي انتم تسمونه، لما نتأكد انه يطبق في المنظمة، ما انا بالاخير بيحط في 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 الرف ولا حد يعني ماشي عليه ولا حد يعني محترمة ومقدرة. بالاخير احنا جالسين اشهر ومجتمعين وشايفين يعني ستراكشر حق الاورجنايزيشن واللوائح والسكيورتي والاوبريشن، بالاخير بس الكتاب هذا اللي ننتجه تحطونه في الدرج؟ هذا الخطوه الاولى. احنا عندنا شغلتين، القوانين اللي موجوده في الكتاب اذا كان النظام الالكتروني يستطيع انه يطبقها بتصير امبيدد في النظام، فبنبلغ المبرمجين والناس اللي جالسين يبنوا النظام سواء الدي بي اي او الديفلوبر، نقول لهم شوفوا سووا كنترول على الجنسيه. الجنسيه كل النظام اللي عندنا يتعامل مع مجلس التعاون الخليجي، فحطوا 6 جنسيات فقط، لان هذا الجنسيات هي مجلس التعاون الخليجي. فلا تخلون العميل او انه يدخله بشكل يدوي، لا لا، حط كومبو بوكس لستة، بحيث اني اضمن ان الرول هذا انفورس، ما في احد يستطيع انه يدخل جنسيته غير الجنسيات الست. جميل. طيب والشيء الثاني، هذا مثال على الرول اللي ممكن تكون امبيدد في السيستم وتكون ماخوذه من الكتاب الازرق هذا اللي امامنا. بعض الانظمه لا نستطيع أن نطبقها باستخدام النظام نفسه، فهذه تصير rules على مع الناس. يعني نقول لهم إذا أردت على سبيل المثال أنك تبني مثلا نموذج، أو أنك تتعامل مع عميل، أو في إجراءات معينة يجب أن تحترم حتى نتأكد، اسأله عن اسمه،
اول ما يكلمك في الكاستمر سيرفيس تاكد من رقمه وانه موجود عندك في الداتابيس. هذه جزء من ان نتحكم ان نتاكد ان الشخص اللي متصل هو صاحب البيانات اللي يبي يحدثها ولا يبي يعني يستعلم عن شيء معين. ترى والله الديتا ستيوارد ما ادري والله انت جالس مخبر. عطنا مثال اوضح. قالوا قال لهم تعرفون المضيف في الطائرة؟ المضيف في الطائرة قبل ما تقلع الطائرة يتأكد الأنظمة اللي أقرت من قبل هيئة الطيران ولحماية المسافرين وأمانهم أنها مطبقة. فقبل ما يطلع تقلع الطائرة يقول لحظة، يمر على المسافرين يقول قفل جوالك، اربط الحزام، صلح الكرسي. الديتا ستيوارد هذا الموجود، المضيف اللي موجود في الطائرة في الأورغانيزيشن في الشركة عندنا فيه ديتا ستيوارد جروب، هذولا يتأكدون أن البيانات الموجودة متفق عليها صحيحة، أن الأشخاص يصلون للبيانات اللي عندهم صلاحية أنهم يخشون عليها. أوكي، إذن الفاينل برودكت من الديتا غافرنس هو الكتاب الأزرق هذا. الكتاب الأزرق هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أثناء بناء المؤسسة، بناء النظام الإلكتروني، وهذا الجاب اللي أنا ذكرته لكم. في ظل غياب مثل الكتاب بني النظام ولم يؤخذ في الاعتبار حماية البيانات، خصوصية البيانات، دقة البيانات. فيه واحد بيجي بكرة يستثمر في البيانات مثل أخينا حمد وبيلقى البيانات غير نظيفة، وبالتالي بنرجع إلى garbage in garbage out ويصير الموضوع مرة مرة مزعج. طيب هل بإمكان المؤسسات في الوقت الحالي أنهم يسوون data governance ويطبقونها؟ نعم نعم بإمكانهم، لأن احنا ذكرنا أنها عملية مستمرة repeatable. والكتاب الأزرق هذا ترى مو ثابت، كل يوم نزيد عليه صفحة ونرجع للصفحات اللي قبل ونحدثها بناء على تغير القوانين. تغير القوانين على سبيل المثال، لو تذكرون قبل كان عدد خانات الجوال، رقم الجوال 9 خانات، بعدين هيئة الاتصالات قرروا أنها تصير 10 خانات حتى يعني تسع ناس أكثر. فإذا كنا في الرول حقنا قايلين يجب أن يكون 9 خانات بالضبط، لا نرجع ونحدث يكون 10 خانات، وبالتالي لو أدخل 9 خانات نقول خطأ. في السابق بناء على رول سابق كان صحيح. Data Governance Policy، البوليسي حقت الداتا جوفرنس تعرف سكوب اوف جوفرنس اند هو البارتيسيبيت ان ات، تعرف يعني وش المجال الدومين، وبالتالي راح تنتج لنا افيلبل بابليسيتي و افيلبل بابليس اي والله وش هذه بابليكبي او ريفايزد ريجولاري، عفوا هذه افيلبل بابليك اللي هو البوليسي متاحه لكل الناس، وبعطيكم مثال عليها، ويصير لها ريفايز كل مرة مثل ما ذكرت حتى حقت البوليسي حقت الجوال. فالديتا غافرنس بوليسي يجب أن تكون مشاعة منشورة في الويب سايت وكل الناس يشوفونها حتى يحترمونها، لأن هذا هو الأجريمنت ما بين مستخدمين النظام وما بين الجروب حق الديتا اللي هو هذا الديتا غافرنس كوميتي. وأيضا تحدث revised regularly، ولعلي أعطيتكم مثال حق رقم الجوال. Data Governance Policy يجب أن تكون coordinate efforts among agency and programs، يجب Data Governance أن تحقق coordination التنسيق. إذا تتذكرون مبيعات اللي هو sales والتسويق، والثالثة اللي هي customer service. في ظل غياب Data Governance Policy كل واحد منهم يجمع بيانات على كيفه، وفي دبليكيشن وفي مسميات مختلفة. فالديتا غافرنس بوليسي يجب أن تكون ضابط لهم كلهم، يجب أن يجمعون بيانات معينة من الكاستمر وبمسميات وحدة، ويجب أن تكون وحدة من الجهات الثلاث هي المسؤولة عن جمع البيانات والجهات الأخرى تأخذها منهم. Define clear rules and identify responsibility، يجب أن يكون في رول واضح، ويجب أن تحدد الريسبونسبلتي بالنسبة للموظفين اللي يتعاملون مع البيانات. أيضا يجب أن تكون ensure consistent data definitions، يجب أن يكون عندنا تعريف واضح للديتا،
ولعل موضوع الديتا ديليفري اللي هو تاريخ التوصيل او عفوا الديت ديليفري اللي هو تاريخ التوصيل هذا واحد من الاشياء اللي قد تتم تعبئته عن طريق الموظف موظفين مختلفين بطريقه مختلفه لانهم يفهمونه بطريقه مختلفه. اللي في المستودع يسجل تاريخ خروج البضاعه من المستودع. بعض البضاعه قد تاخذ يومين على ما توصل الى العميل. اللي وصلها الدليفري يحطون تاريخ التوصيل عن استلام العميل. طيب وش المشكله؟ يجي حمد يقول لحظه الشيء هذا لو حدث حيسبب لنا مشكله. خلونا نقول ان الشهر الماضي اعطيتوني البيانات وسويت تحليل البيانات واكتشفت ان في ضغط في الديتا دليفري في الديت دليفري يوم الثلاثاء، وانا فاهم ان الديت دليفري ان خروج البضاعه من المستودع. رحت وعطيت ريكومنديشن لمدير الشركه انه يزيد الموظفين يوم الثلاثاء. حتصبح هذه التوصيه مضلله اذا كان ديت دليفري مختلف ما بين موظف وموظف. انا اعتمدت على وجهه نظر الناس اللي في المستودع، بينما البيانات يوم تم جمعها اللي انا اشتغلت عليها هي بيانات ميكس ما بين التسويق او دليفري وما بين الـ ما بين المستودع. والانسايت الباترن النمط اللي طلعت فيه ضغط يوم الثلاثاء مو بصحيح لانه موزع. انا جالس استخدم بيان معين اللي هو تاريخ التوصيل بتعريفين مختلفين. فيجب ان نتاكد ان الداتا ووصف الداتا موحد ستاندرايزد. اذا الداتا governance لازم توفر لنا داتا ديفينيشن بزنس رولز. لما كلمه بزنس يقصد به الدومين اللي نبني فيه الحوكمه، مستشفى اذا البزنس صحه ومرضى، هذا البزنس اللي شغالين فيه. سوبر ماركت يعتبر قطاع الماركت، جامعة education، وبالتالي كل واحد منها له رولز معين. الآن حمد وسعد يقولون أنت يا مساعد وشلون بتفهم؟ يعني معقولة أنتم من الديتا governance اللي شغالين في الديتا governance تفهمون كل البزنس رولز هذه؟ أنت يعني بتصير رئيس اللجنة؟ صحيح، هذا يقوله حمد وسعد. أيضا أنت process for managing data والإجراءات اللي تدير الداتا. طبعا بجاوب على استفسار سعد وحمد بعدين، هل مساعد بيصير هو رئيس اللجنة ولا لا؟ Business drivers highlights what data needs to be carefully controlled in your data governance strategy and the benefits expected from this effort. من يحدد ومن يقود الأحكام اللي والقوانين اللي تتحكم في البيانات هم الناس حق البزنس. إذا البزنس بزنس مستشفى فالناس اللي شغالين في المستشفى هم اللي يحددون. إذا في جامعة الناس اللي في التعليم. إذا في مصنع الناس اللي شغالين في المصنع. خذوا المثال اللي عندكم، البزنس درايفر بالنسبة للديتا الموجودة في مستشفى إذا جاءوا يبنون حوكمة للبيانات عندهم حيحطون ويت أعلى على البرايفسي. ليش؟ لأن عندهم بيانات طبية لمرضى كثيرة جدا، وهم جالسين يبنون الكتاب الأزرق اللي هو الديتا governance manual بيضيقون المجال على حمد. والله يا حمد يا الأدوات اللي معك بعضها يعني ما راح تستخدمها البيانات، لأن يعني إذا ما كانت البيانات محوكمة بشكل واضح كثير من البيانات لن تستطيع الوصول لها. هذا الكلام يقوله مساعد حمد. هذا واحد من المثال. طبعا واحدة من الأمثلة الجفرنس أني أقول كل ديتا كل بيان موجود في الداتا بيس يضيفون لحق الوصف انه سنسيتيف حساس public confidential او personal. هذا جزء من الحوكمه. فلما اقول سنسيتيف معناها معليش يا حمد لا تحط يدك فيه، وهذا دورك يا سعد انك تحمي هذا من حمد ومن غير حمد. public لا، ليش يا اخي تجي تمنعه؟ يعني انتم يعني يا اما انك تمنع كليا يا سعد من انه يصل البيانات، او انك يا حمد تصل الى كل البيانات. ما في شيء اسمه صفر او واحد، في شيء في النص.
فيه بيانات تستطيع انك تصل لها وفي بيانات لا تستطيع. وهنا مثال مثلا على الهيلث كير ديليفري سيرفيس، قال الداتا كلاسيفيكيشن قال كونفيدنشال، الكونفيدنتلي امباكت مرتفع، انتجريتي امباكت هاي. فالتصنيف هذا حنعتمد حيحدد خارطة الطريق لك يا حمد ويا سعد، كل واحد منكم بيعرف. إذا كان confidential يا سعد احمه، إذا كان public خل حمد يشتغل عليه. وطبعا في طريقة أن نجمع بينكم، بمعنى خل أعطيكم مثال، ما طالما أن موجودين في نطاق المستشفى، كلام هذا يقوله سعد، طالما نحن موجودين في قطاع المستشفى نستطيع أن نخلي نساعدكم كلكم، نخلي حمد يستفيد من البيانات ونخلي سعد يحمي البيانات. شلون؟ العمر على سبيل المثال، إذا كان confidential ما لا يمكن أني أنشر عمر المريض، لأن بمعرفة عمر المريض ممكن أنت يا حمد تجمعها مع مصدر آخر وتتعرف على المريض. فإذا كان عمره 19 حيقدم لك يا حمد على شكل رينج، فبنجي بيانات المرضى الموجودة عندنا في المستشفى حنحولها، بيصير لها داتا ترانسفورميشن من شكل إلى شكل، كانت انتجر 19-23 بتصير على شكل رينج، فبقول 1-5 6-10. وبالتالي المريض اللي أنا أتكلم عنه اللي عمره 19 بيكتب أمامه من 16-20. هذه بتصير تمويه للسجل، تمويه البيانات. وبالتالي أنت يا سعد حميت، وأنت يا حمد استطعت أنك تستخرج نوليج من البيانات الموجودة. هذا الفريم وورك. إذن الآن بدأنا نتكلم على كيف نبني Data Governance Manual، كيف أن نسوي حوكمة البيانات. فيه فريم وورك تلاحظونه في الأسفل، عندي Policies, Standards and Compliance. هذه البيس يجب أن تبنى Data Governance على البوليسي الموجودة وعلى ستاندر لتحقيق ستاندر اللي تطمح لها الشركة، والكومبلينس وأن تتحقق وتحقق الأهداف اللي تتجه لها الشركة. عندنا ثلاث أقسام يتأثرون بشكل أو بآخر، Quality and Consistency، وهذه تعنيك يا حمد، كلما كانت البيانات جودتها عالية وما فيها تضارب حتكون الأنماط اللي أنت تستخرجها مرة ممتازة. Retention and Archiving، Retention على مستوى الكلاينتس والأركايفينج للديتا، الديتا اللي ما عاد تستخدم ممكن نحطها في الأرشيف، ولما تروح الأرشيف ممكن يعني ما يمنع أنك أيضا تصل لها حمد وأنك تستثمر فيها وأنك تطلع أشياء تساعدك. أنت يا سعد عندنا Security والPrivacy، ف الداتا جافرنس مانيوال حتغطي الثلاث أشياء هذه وستأخذها في الاعتبار. إحنا جالسين نبني، حنبني رولز وبوليسي وحنأسس الستاندر، نأخذ في الاعتبار الثلاث أشياء اللي أمامكم. اللي فوق الابليكيشنز والتكنولوجي هذه لا تمت للداتا جافرنس بأي صلة في بناء هذا الكلام. يعني وين نبني المانيوال حق الداتا جافرنس، هذه ما لها علاقة فيها، يعني لا تؤثر. خلنا نروح هنا نشوف، نقول ليست بارت من الجافرنس الابليكيشنز والتكنولوجي. نقصد بالابليكيشنز برامج اللي تستخدم والأجهزة والخادمات، وهذه ليست جزء من الداتا جافرنس فريم ورك. هذه فقط تنتج البيانات، يعني هي عبارة عن إيش؟ هي يعني الجسد اللي الدم يمشي فيه، والدم هنا نعبر عنه في البيانات. البلس البوليسي وستاندر، البوليسي عبارة عن approved and documented expectation related to data quality, consistency, security والprivacy والretention والarchiving and use. هذه هي البوليسي وستاندر، الأشياء اللي تم الاتفاق عليها وتم توثيقها وموجودة في الكتاب الأزرق، ومن ثم تم إدخالها في الأنظمة الإلكترونية الموجودة
برمجتها وراح ناخذ مثال عليها. Compliance individual adherence to internal policy and standard or institutional adherence to law and regulation. احيانا يصير في compliance على مستوى الorganization او يجب ان تكون comply مع regulation على مستوى البلد. على سبيل المثال الهوية الوطنية يجب ان تكون مثلا 15 خانة يمكننا مو مثال كويس، لكن خلينا نقول مثلا GDPR. GDPR موجود في الاتحاد الأوروبي، جميع الشركات والمؤسسات اللي في الاتحاد الأوروبي واللي يتعاملون مع السوق الأوروبي ومع العملاء في أوروبا حتى لو ما كانوا موجودين رجعوا يسوون داتا، يسوون أبديت للداتا غفرنس من جديد حتى تكون كومبلاي مع GDPR اللي هم سووها. فالكومبلاينس قد يكون على مستوى الشركة، قد يكون على مستوى القطاع، مثلا وزارة الصحة تفرض على المستشفيات أو الهيئة الصحية تفرض عليها قوانين معينة يجب أن تحترم في الكتاب الأزرق اللي هو Data Governance Manual. وبالتالي الدور اللي جالس تقوم به لجنة حوكمة البيانات دور مو بسهل، يجب أن يحترمون القوانين الداخلية للمنظمة، قوانين المحلية، قوانين الهيئات، قوانين العالمية، يجب أن تأخذ كلها في الاعتبار وانت جالس تبني الجفرنس حق الديتا. اوكي، من اللي يشتغل معك يا مساعد في 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 اللجنه العليا؟ قال اوكي الدايركتور حقنا هو الديسيشن ميكر، واول شيء الرجل الاول في المؤسسه، ومن كل قطاع فيه واحد، السيرز خذينا منها واحد. صوت واضح؟ انا جاني مسج الصوت غير واضح. مساعد يسأل أو سؤال من اللي معك في البورد، قال والله الرجل الأول هو مدير موجود معنا، ومن كل قسم أخذنا واحد، أخذنا واحد من المبيعات، أخذنا واحد من التسويق، وأخذنا واحد من خدمة العملاء. تدرون أن إحنا جالسين نجتمع بشكل شهري؟ أنا عاد فرصة لمساعد يستعرض قدامهم ويطلع أنه يعني إنسان مهم ودور اللي يقوم به يعني مو بسهل. قال أنا جالس مع مدراء ومهمتنا ورسالتنا على أساس نؤسس قوانين وأنظمة ونخلق يعني براكتس في الشركة له علاقة بإدارة البيانات، وأيضاً guiding principles للإثكس الأخلاقيات وكل الأشياء اللي يبنى عليها القرار، وأيضا نوزع الصلاحيات ونعلم الناس وش لهم وش عليهم وأنتم منهم. وبعدين ترى يا حمد أنت ويا سعد تعتقد أننا مجتمعين عشانكم أنتم يا اثنين؟ لا، أنتم جزء من الناس اللي بيستفيدون من أو بيحكمهم النظام اللي احنا جالسين نبنيه. حتى الموظف البسيط يجب أن يحترم اللي احنا جالسين نسميه دستور اللي هو Data Governance Manual. وعلى فكرة ترى لما كل اجتماع لما ننتهي منه في أشياء لازم يعني ننفذها نسميها Actionable Agenda، إما أشياء على شكل يعني توعوي أو أن نروح نقول الديفلوبمنت الناس الديفلوبر غيروا، ترى في قانون تغير، سووا أبديت للسيستم عندنا حتى تكون البيانات تتوافق مع الإجراءات اللي تمت. الاستراكشر حق الديتا جافرنس، هذه الصوره شفناها قبل شوي. استراكشر في بعض المنظمات يشتغلون على 3 لايرز وبعض المنظمات يشتغلون على 2 لايرز. استراكشر الاعلى اللي يشتغلون على 3 لايرز، اول شيء اكزكيوتيف بورد اللي احنا ذكرناهم قبل شوي واللي موجود معهم المدير، وبعدين اللجنه حقت الحوكمه اللي مساعد يتكلم عنها ومساعد له دور فاعل فيها، واللي تحت هم المضيفين الديتا ستيوارد اللي جالسين يتابعون ويتأكدون ان القوانين اللي سنوها في المنظمة لإدارة البيانات انها جالسة تحترم وتطبق على كافة الأقسام وعلى كافة الأصعدة ومن كل الموظفين. هذا واحد، هذا 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 هذا, هذا طريقة للاستراكشر. الطريقة الثانية قالوا لا ما نحتاج، يعني
احنا نحتاج فقط تو لايرز، نقول اكزكيوتيف بورد داتا بوليسي كوميتي، والثاني داتا جفرنس كوميتي على افتراض ان ستيوارد هم جزء منها، فما يحتاج ان نحط ستيوارد لحالهم تحت، هذا جزء من الكوميتي. فعندنا لجنتين، خلينا نقول اللجنه العليا واللجنه التنفيذيه. يعني لو 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 بننظرها من من من, من زاويه قانونيه، هذه المشرعه وهذه المنفذه والمتابعه. طبعا الجهه المسؤوله عن التحديث هي الجهه العليا، اللي تحت هي مراقبه، واي اختراق او مخالفه يسوون لها ريبورتنج للجهه العليا، وبعدين يصير فيها اكشن. فحمد يسال وسعد الان منبهرين مره من مساعد، جلس يستعرض عليهم وما صدق بس انهم يختلفون حتى يعني يجلس يستعرض عليهم. قالوا انت اجل رئيسهم يا مساعد، جالسين يتكلمون على ايش؟ على مش 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 الاكزكيوتيف بورد، يعني يعرفون هذه للمدير، يتكلمون على الثانيه هذه داتا جوفرنس كوميتي اللي لجنه الحوكمه المسؤوله عن المراقبه والمسؤوله عن التنفيذ والمسؤول عن المتابعه. قالوا انت رئيسهم يا مساعد؟ قال طبعا خلوني اكون صريح معكم، بهاللجنة تحديدا ما يصلح احد يكون متخصص في التكنولوجيا ويكون رئيس علينا، ما يصلح، لابد واحد فاهم من البزنس. فاذا كنا في مستشفى لازم واحد من 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 الدومين حق البزنس، من الدومين حق الصحه. اذا كنا في جامعه لازم واحد فاهم اجراءات التسجيل، فاهم القبول، فاهم لازم الادوكيشن نفسه. فما ينفع ان واحد تخصصه في الاي تي ويصير رئيس اللجنه، ما ينفع. وبالتالي احنا حطينا اكس ابدا المنظمات اللي يكون رئيسها رئيس اللجنه حقت الداتا جوفرنس من الاي تي، في الغالب انها ما تمشي بشكل صحيح، لانه مو فاهم في البزنس، مو فاهم. هو الحقيقه هو اداه تنفيذيه، المفترض انه ايش الرولز الموجوده المرتبطه واللي يستطيع انه ينفذها في الأنظمة وفي الداتا بيسز الموجودة، هذا شغله. لكن ما يصير رئيس، رئيس البزنس. وبما أني أنا يا مساعد وإحنا جالسين نتكلم على شركة، أنا ماني متخصص في الحاسب لكني أنا متخصص في الدومين حقنا، فأنا رئيسهم، أنا اللي أرأس. ما في فرق بين الهرم الأول أو الثاني، يعني في تداخل بينها. طبعا حمد مو رئيس، حمد هذا تخصص في داتا اناليست، حمد داتا اناليست، والرئيس هو مساعد حق داتا جوفرنس. فمساعد جالس، ترى الجلسه هواشهم اللي بديناه قبل ساعه لا زالوا موجودين في نفس الغرفه، ولا زال مساعد يعطيهم درس عن الداتا جوفرنس. طبعا في تداخل ما بين داتا جوفرنس ما بين البوليسي، لان فيه السكيورتي لها بوليسي، وفي بوليسز كثيره يجب ان تكون كلها تحت مظله الداتا جوفرنس. في بعض البوليسي اللي قد لا تكون لها علاقه بالداتا احنا ما نتكلم عنها. دكتور حمود تفضل. بس في عندي يعني تعليق على تخصص مساعد، يعني هذا مساعد اللي في النص اللي بين الاثنين دول اللي قاعدين يتهاوشون، وهم المفروض انه يكون شخص حيادي من خارج المنظمه، سواء كانت منظمه تنظيم جهه تنظيميه زي مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية، الهيئة السعودية للتقنية والاتصالات أو زي كذا، أو تكون في جهة حكومية مثلا تابعة تشرف على موضوع الحوكمة هذه ووضع الآليات لها، لأنه من يضمن لي أنه مساعد يكون حيادي في هذه في هذه اللجنة؟ أوكي، ترى الداتا جافرنس لا تتم على مستوى الحكومة، على مستوى الدولة تتم على كل منظمة على حدة. فبنك الراجحي ممكن يسوي حوكمة خاصة له بياناته، البنك الأهلي يسوي حوكمة أخرى، لكن يجب أن يحترمون القواعد والأنظمة في القطاع البنكي. فكل الشغل هذا انترنالي داخل المنظمة نفسها، مساعد موظف في بنك الراجحي، في مستشفى الملك فيصل التخصصي، في بندا، فهو جزء من المنظومة نفسها. العمل على مستوى منظومة، وليس الداتا governance ليس على مستوى البلد بشكل عام، لا، الداتا governance على مستوى الاورجنايزيشن. فلو جت بنده بتجمع بيانات العملاء
والمبيعات اللي يشترون بها العملاء، اذا كانت البيانات ميب نظيفه ولا في احكام تحكم البيانات انها تكون صحيحه، حيكون كل التصفيه كل التوصيات اللي بتطلع من التحليل بتكون خاطئه، تكون غير دقيقه. ومصطلح garbage in garbage out هو المصطلح المستخدم في مثل هالحاله. فالgovernance يجب ترى في، يعني انا ارجوكم لا تاخذون كلمه governance على اساس انها government، ترى فيه فرق بين government وgovernance. government اللي الحكومه، governance هو to control حوكمه. نعم. فالمساعد الثلاثه كلهم ترى تخيلوا انهم في جامعه، تخيلوا انهم في بنك، تخيلوا انهم في مستشفى. فمساعد مو يعني مو شخص حيادي، هو جزء من المنظومة، والمنظومة حريصة على دقة بياناتها، وهو مخول بأنه يتأكد أن الموظفين الموجودين يحترمون القوانين العمل الموجودة داخل المنظومة، حتى قوانين العمل الخاصة بالبيانات. بمعنى يجب أن موظف، حتى مو حمد ولا سعد، موظف عادي ما له علاقة بالأشياء هذه، ما هو متخصص، لكنه موظف سيرز مبيعات، بيانات. لا 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 تفضل. اليس الهدف من الحوكمه هي حمايه في النهايه، يعني في المنتج النهائي هي حمايه المستخدم الذي يدخل هذا الموقع او يستخدم هذه التقنيه المعينه، اليس كذلك؟ اعد صوتي قطع. أقول الهدف من الحوكمة البيانات ليس هو الهدف الأساسي منها أن نحن نحمي المستخدم عندما يدخل هذه المواقع أو يتصفح هذا الموقع أو يشتري أي سلعة معينة، لأنه الآن قد هناك نجد في حوكمة مثلا في جوجل، حوكمة في أمازون، ولكن المستخدم في النهاية غير محمي. جوجل تجمع عنا معلومات مهولة جدا، يعني قد نسمح بها أو لا نسمح بها. يعني فما هل ما يعني في النهايه الحوكمه في النهايه ما حمت المستخدم، يعني اذا كانت داخل المنظمه نفسها، لان المنظمه هدفها في النهايه يعني قد تكون ما يعني ربحي بشكل كبير جدا، خاصه المنظمات التجاريه. وفي جانبين، لما نتكلم على الداتا جفرنس داخل منظمه معينه، فاحنا هدفهم مثل ما ذكرنا قبل شوي، الافيلابيلتي، اليوزابيلتي، الكواليتي، البرايفسي. فخلونا لا نخلط، أنتم لا تأخذون نموذج جوجل ولا أمازون، الديتا غفرنس ما راح تحل مشكلتهم. اللي راح يحل مشكلتهم هي التنظيمات اللي تخرج من الدول، على سبيل المثال الجي دي بي آر. الجي دي بي آر هو يحل المشكلة اللي ذكرتها يا محمد. بينما الجي دي بي آر هذا يعتبر حوكمة؟ يس، يعتبر يعني هو حوكمة لكن على مستوى أعلى، يعني حوكمة جلوبال، حوكمة جلوبال، يعني حوكمة لحماية خصوصية الناس من قبل شركات في البزنس، الشركات اللي تبيع وتتعامل، يعني حوكمة جلوبال. لكن اللي أنا أتكلم وأركز عليه في الندوة أو الأمثلة اللي أنا أطرحها دائما هي الحوكمة الداخلية لأي منظمة، الحوكمة الداخلية لأي منظمة. والهدف منها، عشان بس الهدف منها حتى تنتج بيانات نظيفة ومحمية، بيانات جودتها عالية ومحمية. وبالتالي النموذج اللي ذكرته في البداية، لأن في البزنس هم يركزون على الدولار، الريال، هذا همهم، هذا همهم، وجزء من يعني من زيادة البزنس هو إرضاء العميل وتقليل التكلفة. وكل هالأشياء واحد من أهداف الديتا غفرنس أنها تعالج البيانات، أو تتحكم، مش تعالج، تتحكم بالإجراءات اللي تتم على البيانات حتى تنتج بيانات نظيفة. إذا أنتجت بيانات نظيفة معناها أن كل الأشياء اللي بتطلع منها، يعني خلوني أعطيكم مثال زين حيوض. واحد من الناس اللي يوصلون، خلنا نقول سواء توصيل مطعم، اتصل عليهم واحد وطلب أكل وأخذ الأكل، وكان الحساب خلنا نقول مبلغ 300 ريال، وراح في طبعا البيانات حق العميل خذاها من السيرفيس ديليفري أكاونت،
والسيلز ماخذين بيانات اخرى مختلفه. راح يوم وصل مكان دق على الجوال، الجوال خطا والمكان غير صحيح، رجع للسيلز او وجد البيانات اللي عند سيلز ايضا مختلفه. البيانات هذه توقع الجهه في مشكله، خساره عميل، العميل يزعل ما عاد يتصل مره ثانيه ولا عاد يرجع لهم، الوجبه اللي خرجت تصير ويست خلاص ما عاد لها قيمه. فنتائج عدم جوده البيانات بالنسبه للمنظمات كارثيه. يعني انت يعني ترسل برودكت المكان خطا، تسوي ماركتنج لعملاء مو مهتمين لان البيانات اللي انت الموجوده عندك مو صحيحه، سواء الجندر او العمر او الجنسيه، فكل هالاشياء تسبب مشاكل للاورجنايزيشن. مشاكل ايش؟ مشاكل في السمعه، مشاكل ماديه، تزيد التكلفه. فهذا تركيزي الديتا جفرنس في نفس الاورجنايزيشن. اذا طلعنا على مستوى اعلى مثل مثال ذكرت، هذا الانظمه اللي على مستوى عالي زي الاتحاد الاوروبي اللي انتج الجي دي بي ار، وترى الجي دي بي ار طالع من 2016 وجالسين يشتغلون عليها. وترى بالمناسبه عندهم في الاتحاد الاوروبي من 1994 كان عندهم لائحه، لكنها لائحه استرشاديه، لائحه استرشاديه فقط. اللائحه الجديده لائحه قويه جدا وفيها عقوبات على الشركات وفيها خسائر للشركات لو ما يعني احترموا الرولز والقوانين الموجوده. فوش بتسوي الشركات؟ خلني بس أربط هذه بهذه. الأنظمة الجي دي آر يجب أن تجي جوجل وتعيد الجفرنس الداتا جفرنس الخاصة عندهم وتحدثها بناء على الأنظمة والقوانين اللي طلعت الجي دي آر. يجب أن الفيسبوك، أمازون، يعني تخيل حتى الخطوط، خطوط الطيران يعني حتتأثر. يجب أي يعني الجي دي بي آر تستهدف الشركات اللي البزنس حقها يجمع بيانات من العميل بأي شكل من الأشكال. والجي دي بي آر يعني هذه تحتاج محاضرة لحالها. يجب كل جهة تجمع بيانات عن العملاء يجب أن يعينون ديتا أوفيسر، شرطي بيانات. أي فايوليشن، أي تجاوز سواء في جمع بيانات أو في معالجة بيانات أو في تمرير بيانات إلى طرف ثالث يجب أن يتم التبليغ عنها لجهة في أوروبا الجي دي بي آر في أقل من 48 ساعة. العميل له الحق أنه يقول انسوا بياناتي شيلوها، وله الحق أنه يحصل على نسخة من البيانات اللي تحفظها عنها الجهة اللي جالسة تجمع عنها بيانات. الآن جوجل على سبيل المثال بإمكانك تعرف وش يعرفون عنك. أرجو أن الصورة صارت واضحة. واضح دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. فنرجع لمساعد قال اللي أقصد بالبزنس مش بالضرورة. في واحد سأل هل هو من الـ MIS، خريج MIS؟ لا، ليس بالضرورة MIS اللي هو نظم معلومات إدارية، لا، يقصد بالبزنس إنه واحد من نفس الدومين حق العمل. مستشفى يجب أن يكون فاهم في القطاع الصحي، ويجب أن يكون فاهم في البيانات اللي تجمع وفي البيانات اللي يتعاملون معها. فيها بيانات طبية مستحيل حقين الآي تي يفهمونها. إذا كان في جامعة يجب أن يكون من قطاع التعليم يعرف وش الرقم الجامعي، كيف يتم إنتاج الرقم الجامعي والأشياء هذه. فيجب أن حق الآي تي ما يرأس لجنة حوكمة البيانات اللي هي اللجنة التنفيذية، يجب أن يرأسها واحد من البزنس نفسه فاهم في البيانات اللي يجمعونها وعارفها. طبعاً تشوفوا حق الآي تي جالس الحالة، تشوفون هنا بمكتب الحالة ومسكين، ترى يعني الشغل في تخصص الحاسب أحيانا ترى يجيب الاكتئاب لأنك ما تتعامل مع بشر، تصير إما في تحت الأرض في سنتر، ولا تصير موجود في مبنى لحالك ما حد يجيك، ولا لك علاقة بالعملاء ولا تتعامل معهم أبدا، وبالتالي أنت جالس فقط تطبق الرولز وتنفذها في الأنظمة. هذولهم اللي يتأثرون. هذا موظف يصل إلى بيانات يقول لا مو مسموح لك، أو يبغى بيانات تطلع غير صحيحة،
لا مو بضرورة نفسيات، بالعكس أحسن ناس ترى حقين الحاسب يعني أنت. لا تحاول أنك يعني أفضل ناس ترى، سنقول بعضهم يمكن يعني نصف المئة بس. فهؤلاء اللي سواء اللي يتعاملون بشكل مباشر مع البيانات، الطبيب، الممرضة، اللي في السجلات الطبية، هذول هم اللي يتعاملون مع البيانات وفاهمينها، وبالتالي هم اللي يستخدمونها، وهم اللي عندهم قدرة على إعطاء رولز ومتابعة الرولز والتحكم في البيانات وشكل البيانات. اللي في الزاوية هنا اللي في الآي تي هو فقط يعني يقوم بتحويل الرولز إلى أكواد تتحكم في البيانات. وشلون؟ نبي مثال، يلا خلنا نشوف المثال. بس قبل المثال، الاثنين اللي هنا حقين الاي تي اللي موجود بالزاويه وحقين البزنس، كل واحد منهم وش الاشياء، وش السكوب حقه، وش الاشياء اللي يركز عليها. لاحظوا ان في المانجمنت فوكس وير، يجاوبون على وير، هو، من، ومتى، ولماذا. هذا الدومين حقهم، فهم في السكوب وفي البزنس، في الحدود، البيانات اللي في هالاطار هم المسؤول عنها. يجاوبون الأسئلة هذه الأربعة. الناس اللي شغالين في الآي تي يجاوبون على السيستم، على التكنولوجي، على الكومبوننت، وأيضا على الأوبريشنز. الإجراءات يا جماعة اللي كانت تتم بطريقة يدوية حينما تنتقل إلى نظام، أفضل ناس يحددون الأوبريشنز هم الناس المتخصصين. واللي منكم يعني أخذ كورس اسمه System Analysis and Design، أو سمع عن الـ UML UML Diagram Unified Modeling Language، تعرف لنا الـ Operations والـ Step والـ Interaction ما بين الـ User وما بين الـ System. وبالتالي الناس الجميلين اللي في المربع الأصفر يجابون على What, How and Where. هذه هي الأشياء اللي يجاوبون عليها. Data Governance Committee هذه اللجنة تمثل الآن، اللجنة اللي أنا أسميها اللجنة التنفيذية، هذه تمثل Approach Spectrum of Data Users. عندها ناس، فيها موظف، فيها رئيس قسم، هي الوسطى أو السفلية في الهرم الثاني اللي هي Data Governance Committee، هي اللجنة التنفيذية المخولة بتطبيق الأنظمة أو متابعة وتطبيق الأنظمة الموجودة في الكتاب الأزرق اللي أنا سميه دستور. هي responsible على data governance to include الخطط والتنفيذ والإدارة، إدارة السورس حق الداتا والاستخدام والتوثيق والصيانة لكل الداتا الموجودة في كل المنظمة. ما يصير حقين السيلز حقين السيلز يجمعون بيانات بطريقتهم، وحقين الكاستمر سيرفس يجمعون بطريقتهم. لا 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 لا، يجب أن يكون مصدر موحد، ونضمن ستاندرايزيشن للبيانات اللي حجاسي نجمعها. هل الحوكمة تدرس شخصية العميل؟ يعني ممكن أشوف قمة أداء الحوكمة خلال التسويق الإلكتروني؟ لا، الحوكمة ما لها علاقة بشخصية العميل. اللي يدرس شخصية العميل هو حبيبنا حمد اللي بيدر اللي يبغى يحلل ويبغى يربط. والحوكمة لا، الحوكمة تنظيم داخلي تمنع الازدواجية مثل ما ذكر مسفر. وأحسنت يا اللي ذكر يوم ال، هذا اللي ذكرته بالضبط. فالحوكمة تساعد حمد وسعد، وتساعد كل الموظفين، كل الموظفين مش فقط حمد وسعد. فما له علاقة بشخصية العميل. شخصية العميل هذا يمكن يهتم فيه الناس اللي في التسويق، وحمد مهتم بشكل كبير انه يفهم سلوك العميل حتى يعطي نصيحة لإنتاج يعني برودكت جديد. احنا عندنا CDO اللي هو Chief Data Officer، هاي حقين الديتا سارة، ويعني يمسكون أماكن حلوة. وش هو Chief Data Officer؟ وحيانا يسمونه CDGO اللي هو Chief Data Governance Officer.
has overall accountability for data within an organization. CDO باختصار هو المسؤول عن كل ما يخص الداتا في الاورجنايزيشن، كيف تخزن، وش البيانات اللي تجمع، من الناس اللي يتعاملون مع البيانات، كيف تتم معالجتها، متابعة البيانات، الاختراق اللي في البيانات، كل الأشياء هذه هو المسؤول عنها CDO. وأحياناً يعني يحطون CDO بعض المنظمات وCDGO ويصير CDO هو رئيسه، وأحياناً CDO كافي هو اللي يكون مسؤول. فلما تصير فيه يعني المنظمات اللي عندها نضج عالي يكون عندهم CDGO أو خلموا بنضج إذا كانت كبيرة جداً. ترى بالمناسبة خلوني أكد على نقطة، أن كلما كانت الأورجنايزيشن حجمها كبير كلما كانت حاجتها للغفرنس أعلى، أن بتطلع فيها مشاكل وفي بصير فيها ديبارتمنت كثير والتنظيمات تصير كثيرة، وبالتالي بتصير حاجتها للديتا غفرنس أعلى. أما إذا كانت سمول ومانجبل الديتا فقد تكون حاجتها للديتا غفرنس يعني قد تكون علاقة طردية يعني مجازا، لكن كلما كانت المنظمة كبيرة كلما كانت حاجتها للغفرنس أعلى. تشوفون اللي تحت هنا، هنا الاي تي وهنا البزنس يوزر. البزنس يوزر لما تشوفون هم الناس اللي يشتغلون بشكل يومي مع العملاء وينتجون وفيه كوميونيكيشن بينهم، وهنا هذولا اللي خاصين بالاي تي يطورون أنظمة بشكل عام، وجزء من تطويرهم انهم ياخذون البوليسي في الاعتبار لما يطورون نظام جديد. هذولا هذا جاي الاوركستريشن اللي هو جالس يعني يتابع ويتاكد ان كل الاشياء اللي خاصه بالديتا يعني ان الديتا نظيفه ما فيها مشاكل، ما في احد خش على ديتا ما هو مصرح، ما في بيانات ناقصه على سبيل المثال اذا كانت بيانات مطلوبه، ما في دوبليكيشن تكرار. فهو صاير زي البريدج بين الاثنين، جالس يعطي هذا قوانين يقول نفذها في الأنظمة اللي جالس تبنيها، وهذا جالس يشتغل بشكله اليومي المعتاد. ترى ما هو يروح لهذا هالطرفين يشوف، لا ما له علاقة، هو جالس الممرضة كل يوم تدخل بيانات وتستفسر، ما له علاقة في الأشياء هذه. لكن وهي تشتغل هذا يجب أنه يشوف الديتا، يتابع الديتا وأن الديتا يعني نظيفة، ما في أحد دخل على بيانات مصرح لها، ما في مدري إيش. وهذا من وقت لوقت كلما كان في تحديث في الأنظمة يدخلها في النظام إذا كان بإمكان الحاسب ينفذ الرول الموجودة. الديتا ستيوارد، أنا أعطيتكم مثال على مضيف الطائرة اللي تابع الأنظمة حقت الطيارة، وأن جميع المسافرين يعني تقيدوا بالأنظمة. فنقول الديتا ستيوارد اللي هو مساعد والمجموعة اللي معه هو عبارة عن موظف مسؤول عن إما المنظمة أو يعني بيانات المنظمة أو بيانات الناس في 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 functional area معينة. طبعا مهمتهم إدارة وحماية البيانات، والبيانات يعني تشكل رأس مال للشركات، الاستثمار فيها يزيد المبيعات، التفريط في حمايتها يسيء لسمعة المنظمة. وفي منظمات كثيرة بشكل كبير لأنها طلعت عليها يعني فضائح في سوء استخدامها مثلا لبيانات العملاء أو تسرب البيانات هذه. وبالتالي الديتا ستيوارد تأكدون أن جودة البيانات عالية، أنها سهل الوصول لها، وسهل أنك تطلع منها ريبورت، سهل أنك تطلع منها ريبورت للمدراء وللناس اللي يحتاجون معلومات معينة، تقارير يومية أسبوعية شهرية. هذه مسؤوليات الديتا ستيوارد. أوبريشنال أوفرسايت، يتابع الأوبريشن وكيف نتأثر على البيانات. الصوت واضح؟ يعني يعطيني حالة مسج. الديتا كواليتي، جودة البيانات، هذه واحدة من مسؤولياته، أن يتأكد البيانات اللي ينتجها النظام واضحة، عفواً مش واضحة، جيدة، خصوصية الناس، سكيورتي للنظام، ريسك مانجمنت لما يصير النظام مثلاً
عليه أي ريسك، الديتا فيها عليها أي خطورة. أيضا يتأكد أن البوليسي والبروسيجر اللي تمت لحماية البيانات أنها تكون طيب. أنا ما عندي مشكلة، هل بالإمكان يا محمد أن يعني نمدد شوي وبمشي بشكل سريع على سلايد الباقية؟ أوكي دكتور، بس ما بدنا نطول على الجماعة لأن إحنا قالين لهم ساعتين ووقت الندوة. أوكي. بس نتيح وقت للنقاش برضو يعني. خلاص أوكي. الله يعافيك. هنا تقسيم، رجعنا للفريم وورك. الداتا ستيوارد كوميتي مسؤولة عن كواليتي وكونسيستنسي ريتينشن اند اركايفنج سكيورتي وبرايفسي. هم جالسين الجروب هذولا ومن ضمنهم الاخ مساعد، هذا شغلهم الحقيقي، هذا شغلهم الحقيقي. هذه اللجنة خلينا نسميها اللجنة التنفيذية، اللجنة التنفيذية او اللجنة الرقابة والمتابعة. الداتا غافرنس كوميتي اللي هي مش اعلى وحدة، اللي هو Data Governance Committee اللي تم تشكيلها من اللجنة العليا هذه لبناء البوليسي والستاندر والكومبلينس، اللي هم هذول يألفون الكتاب الأزرق، وبعدين الناس اللي في الـ IT ينفذونه في الأنظمة، وهذول يتابعون إذا صار فيه أي violation أو أي اختراق أو تجاوز. هذا واحد من الإكزامبل. لو فكرنا أن نسوي implementation للـ Data Governance، أول شيء اطور البوليسي، بعدين احدد الداتا كاتيجوري، كم الكاتيجوري حق الداتا، بعدين احدد منه الاونر حق الداتا، واحدد الكريتيكال داتا، وابني الكواليتي ريسك، الداتا كواليتي ريسك حتى اختبرها بين كل وقت ووقت، بعد وهكذا مع البقيه. بمعنى ان هذا سيكونس واحد من مثال من اللي تقوم به الداتا كوميتي جوفرنس، لما يعني تبني الرول وبعدين تسوي كاتيجورايزيشن للديتا. هذا واحد من الامثله، وهذا موجود على الويب سايت. انا قلت في البدايه لما يصير فيه ديتا جوفرنس يجب ان تكون بابليك وعليها ابديت بين كل فتره وفتره. هذه احدى الجامعات في استراليا، موقعهم اكسسبل، وهذا الديتا جوفرنس حقهم، بامكانكم تصلون له عن طريق اللينك هذا. اقراوا وشوفوا وش الرول وش الريجوليشن اللي عندهم وكل الاشياء الموجوده عندهم. طبعا ايش نشروه؟ يجب الداتا جوفرنس يجب ان تحترم من الجميع، من الطالب، من عضو التدريس، من الموظف، وبالتالي يجب الكل يجب ان يحترم التنظيمات الخاصه بالداتا وبالتالي متاحه ومشاعه للجميع. هذا واحد من الامثله، جبت انا مجازا يعني واحد من الامثله في اللوج ان. اللوج ان فيه رول مثلا حتى تكون يعني يرفعون مستوى السكيورتي، يقولون اذا جيت بتاسس لك بتنشئ لك باسورد يجب أن يكون 8 خانات، لازم يكون على الأقل فيه لتر واحد، لازم نمبر واحد، ولازم يصير فيه أبر ولور. هذه وهذا طبعا يجب، وفي أحيانا في الرول طبعا في إنشاء الأحكام أحيانا تنشأ بيجب وبالإثبات وبالنفي. يجي هنا يقول أوكي طبعا هذه احترم الأربعة رولز هذه، وأيضا يجب أن لا يحتوي كونتين أولي وان كاركتر، ما تجي تقول واحد 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 أو كذا، فكاركتر واحد بس. كنتين أولي كونسيكيوتيف كاركترز، ما تصير الباسورد وعبارة عن 1 2 3 4، لأن هذه كلها ريسك على السيكوريتي. هذه بإمكان التكنولوجيا ومطبقة الآن في أكثر من نظام، إنك لما تجي تنشئ باسورد يجب أن تحترم القوانين هذه. اللايف سايكل حق الداتا غافرنس تعرف البزنس رولز والريليشن شيب والكلاسيفيكيشن والبوليسي، بعدين تطبق مثل ما ذكرت لكم قبل شوي، فيه اوتوميتد رولز سيستم ومانيوال رولز. هنا الميجر اند مونيتور، هذول الناس الموظفين حقين الطياره، بس هذول على مستوى السيستم، وفي انظمه على فكره تساعدهم اللي داتا جوفرنس تولز، هذه تساعدهم انهم يتابعون ويعرفون كل شيء. وفي ديسكفر اللي داتا ديسكفري، بروفايلينج، inventories process inventories والCRUD analysis، وهذه والassessment حق الكابابلتيز. طبعا فيها 4 قواعد ذهبية في إنشاء الداتا غافرنس: افهم البيانات رقم 1، افهم بياناتك، وبالتالي ما حطينا حقين الاي تي هم رؤساء اللجنة، حطينا الناس اللي مسؤولين عن البزنس وفاهمين، طبيب ولا واحد له
واحد له يعني فاهم في الدومين اللي نبني فيه. إذن يجب أن تفهم بياناتك. اثنين، تابع بياناتك، maintain and monitor your data. وهذا اللي يساعدهم هو الداتا governance tools، وبناخذ example عليها حق الـ IBM وحق SAP. secure information assets، لازم تقفل على بياناتك، وأيضا اجمع بياناتك من أكثر مصدر حتى تطلع بتقارير مفيدة وتطلع يعني بأشياء تستطيع أنك تتنبأ بالمستقبل، وتستطيع أنك تحلل الواقع وتعطيهم توصيات. هذا خاصة بحمد طبعا، هذه خاصة بحمد وهذه خاصة بسعد. فوائد الداتا غفرننس أنا بقولها بسرعة لأني أعتقد يعني أن تكلمنا عنها كثير خلال السلايدات السابقة. طبعا واحدة من فوائدها أن الفهم العام والموحد للبيانات، ما في داتا ديليفري تعريفيا لها، امبروفد الكواليتي اوف داتا، في كنترول على الداتا، داتا ماب، فيه ماب خريطه تحدد العلاقات البيانات مع بعضها البعض، 360 درجه فيو اوف ايتش كاستمر، لان البيانات يوم يجمعون او يوم يبنون الكتاب الازرق سووا مقابله مع كل الموظفين على كافه المستويات وقالوا انت وش البيانات اللي تبيها وش الاشياء اللي انت ما تبيها في البيانات، الاخطاء اللي تواجهها حتى ناخذها في الاعتبار في السيستم. الconsistent compliance، يجب ان ما تجي احد البنوك وبعدين يحط رول تتعارض مع مؤسسة النقد، يجب ان تتوافق مع الانظمة واللوائح. وايضا يجب ان يكون لها دور في تحسين ادارة البيانات. وش لو في tools for data governance، اذا بنشوف tool، اي tool نختاره، اي اداة بيستخدمها مساعد as a data steward حتى يتابع الفلوينج حق الداتا داخل المنظمه. واحد، يجب ان تكون كابتشر اند انفستاي يور داتا، التول هذه امبروف ذا كواليتي اوف يور داتا، مانج يور داتا، كنترول يور داتا، دوكيومنت يور داتا، امباور ذا بيبل ذات نو ذا داتا بيست. هذه امثله على الداتا، على التولز. واحد، ساب ماستر داتا غفرنس، هذه التولز يا جماعه اللي يستخدمها مساعد بعد ما يتم تنفيذ الكتاب الازرق في النظام. مساعد تو تراك وديتا ستيوارد كلهم، مساعد والمجموعة اللي معهم عندهم كل شيء، يجمعون كل شيء يحدث في البلوجز في المنظمة، من اللي خش على الديتا هذه والديتا هذه وش الرولز اللي عليها، هل حدث فيها أي تغيير، ويعطيني الهيستوري. هذا الديتا غفرنس تول. فيها إيروين وفي ساب وفي إنفوكس وفيها إنفورماتيكا وفي آي بي إم. وطبعا في مقطع يوتيوب، يعني لو تبحثون في يوتيوب 10 questions you need to ask حتى تعرف يعني your data governance software حتى تختار. هذا خاص بالمنظمات، يعني هل باخذ التول حق آي بي إم ولا حق ساب، فاسأل العشرة أسئلة هذه وتأكد أنه يحقق التول هذا على أساس تطبقها. المختصر المفيد يا جماعة، هو أنا طولت عليكم، أن الديتا غفرنس، الزبدة من الديتا غفرنس أنها تعرف who can take الشخص، what action الدور اللي بيقوم به، أبن والديتا على أي بيانات، in what situation في أي حالة في أي ظرف، using what methods بأي طريقة. فالمختصر المفيد أو الهدف النهائي من الكتاب الأزرق اللي جالسين نشتغل عليه ونبنيه، اللي بنيه على مستوى المؤسسة، هو تحديد الناس وعلاقتهم بالديتا عن طريق وش الأكشن اللي تاخذونه باستخدام أي طريقة وفي أي ظرف. رسالتي الأخيرة، أن الديتا غفرنس ليست موضوع خياري، ليست اختيار. الديتا غفرنس ليست خيار، الداتا غفرنس سواء مؤسسة صغيرة أو كبيرة، من لا يعمل داتا غفرنس سيصعب عليه أنه يسوي مايننج على الداتا اللي عنده، خصوصا في ظل دخول مصادر متنوعة البيانات وبيانات كثيرة. إذا كان ما فيه إطار عام من الأنظمة والقوانين اللي تتحكم وتتأكد أن البيانات هذه في وضع نظيف وفي وضع محمي، حيصعب المايننج في 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 البيانات. فهي رسالة الأخيرة، data governance is not optional. والله يعطيكم العافية.
وإذا في أي سؤال تفضلوا. يعطيك العافية دكتور حمود على هذه الشرح الوافي والكافي. وحتى الأخوة والأخوات الآن إذا حد عنده أي سؤال ممكن يكتب على الشات، حتى لو كتبه من أول ممكن يعيده مرة ثانية يكتبه على أساس أنه الأسئلة كثيرة. فالآن الوقت متاح لكم إذا عندكم أي سؤال أو استفسار، والدكتور راح يتابع أسئلتكم على الشات ويجاوب عليها. عندي سؤال أخير دكتور حمود، بالنسبة للرولز هذه اللي هو الكتاب الأزرق، أنت قلت أنه ينشر، المفروض أنه ينشر في المواقع. إيش الفرق بينه وبين سياسة الاستخدام؟ هل هو نفسه ولا هناك فرق؟ سياسة الاستخدام جزء من Data Governance، يعني Data Governance تغطي سياسة الاستخدام وتغطي السكيورتي بوليسي، البوليسي موجودة في السكيورتي، تغطي شاملة، هي شاملة كل شيء. كتاب الأزرق هذا كل السياسات اللي تتحكم. طبعا لحظة، إذا كانت سياسة الاستخدام يا محمد تؤثر في البيانات بشكل أو بآخر بتكون جزء من Data Governance، إذا كانت سياسة الاستخدام تؤثر. أما إذا كانت لا تؤثر في البيانات ولا لها علاقة في البيانات فلن تكون جزء منها. فالديتا جافرنس هي المظلة العلوية لإدارة البيانات. أنا من خلال متابعتي للمواقع، خاصة المواقع المشهورة، ما وجدت يعني زي جوجل، زي فيسبوك، تويتر، ما هم حاطين في المواقع حقهم الرولز هذه، يعني الحوكمة أو البيانات حق الكتاب الأزرق هذا. يعني كل اللي حاطينه اللي هو شروط الاستخدام وسياسة الاستخدام. أنا مثل ما ذكرت، أنت إذا بتتكلم على مستوى فيسبوك وعلى مستوى تويتر، أصلاً شغلهم على البيانات، فالسياسة اللي هم يعرضونها هي حوكمة البيانات، لأن البضاعة الحقيقية فيسبوك هي البيانات اللي إحنا جالسين نكتبها، سلوكنا اللي يجمعون عنا، فهو يعتبر حوكمة. طبعاً أنا لفيت في أكثر من، بحثت أكثر الجهات اللي أشوفها تعرض Data Governance هي الجامعات، يعني نموذج الجامعة الأسترالية اللي عرضته، وأيضا وجدت جامعة بريطانية، ولو بحثنا أكثر حنجد. بالنسبة لجوجل والفيسبوك وتويتر، يعني قد تكون عندهم Data Governance خاصة لهم داخليا اللي نشروها مع العملاء، قد لا تكون كاملة. فسياسة الاستخدام أو الأشياء اللي احنا نوافق عليها في البداية، أنا من وجهة نظري الشركات اللي بضاعتها الحقيقية عبارة عن ديتا زي فيسبوك وزي تويتر هي تدخل في نطاق الديتا جافرنس. خلني بس محمد أقرأ بعض الأسئلة مع أنها تجي بشكل سريع. ما لو تسمى عملية تحديد البيانات التي تجي توفرها فيما يخص أعمال المؤسسة؟ يعني ما فهمت السؤال هذا صراحة. الانومالي ديتكشن يقصد به السلوك الغريب. فالانومالي ديتكشن هذا واحد، حلو سؤالك عن الانومالي ديتكشن لانه نقطه التقاء ما بين حمد وسعد. الانومالي ديتكشن هو سكيورتي ثريد، ويعتبر تهديد في السكيورتي، ففي سلوك غريب. وشلون استنتج حمد من تحليل البيانات؟ على سبيل المثال، في مبيعات مثلا تتم وقت معين، في الوقت هذا المفترض ان المحل يعني مسكر، ليش المبيعات هذه تتم؟ طبعا قد يكون مثالي يعني شوي واقعي، بس الانومالي ديتكشن هو السلوك الغريب اللي يستنتجه محلل البيانات من البيانات موجوده. غريب معناه انه يعني غير مستساغ، قد يكون عباره عن سرقة معينة أو تجاوز معين. لو نتكلم على Data Governance مثلا، وصول شخص لبيانات غير مخول أنه يصل لها بطريقة غير شرعية، هذا يعتبر Anomaly Detection، يعتبر يعني سلوك مو طبيعي. هل هناك علاقة بين حوكمة البيانات وإدارة العمليات الإدارية؟ حوكمة البيانات هي عبارة عن إدارة العمليات، يعني أو عفوا إدارة للبيانات. يعني البعض يطلق على حوكمة البيانات يقول يسميها إدارة بيانات، لكن العمليات الإدارية داخل المنظمة تدار عن طريق السيستم الموجود، يديرها السيستم، وبالتالي الأنظمة الموجودة هي اللي تدير البيانات، اللي تدير العمليات، فينتج من هذه الإدارة بيانات. البيانات هذه تستخدم في الحوكمة، في المتابعة وفي التدقيق وفي التأكد من
ان الاشياء اللي موجوده في الكتاب الازرق مطبقه، ما في احد خش على بيانات بيبله. خلني يلا. ألا ترى أنه لكي يكون هناك دليل حوكمة لابد من data governance فعلي لأي منشأة وجود نظام على مستوى قطاع أو دولة تعمل به في أوروبا، وجود شرطي أو جدير المنشأة مثل فوض رقم تطبيق النظام مطابقة دليل حوكمة المنشأة يتماشى مع نظام الدولة مثل مكتب فوض البيانات البريطاني؟ طبعا خلوني أعيد وأكرر، ترى مو بال يعني الهدف الرئيسي من حوكمة البيانات منفعة داخلية للمنظمة، منفعة داخلية للمنظمة بمعنى أن المنظمة تنتج تكون بياناتها صحيحة ومحمية. لما نتكلم على الـ Data Governance على مستوى الحكومة والمتابعة هذا موضوع آخر، فأرجو أنكم ما تخلطون بينها. يعني التأكد من كون أن الأنظمة هي مطبقة الآن، هيئة سوق المال على سبيل المثال عندها رولز وتتابعها وتتأكد أن الناس اللي شغالين في القطاع المالي أنهم يعني يتقيدون، هي مؤسسة النقد، البنوك وما البنوك بلا شك أي تجاوز يعني راح يحاسبونهم عليه، كذلك الوضع مع التعليم. فلكن أنا أتكلم على الحكومة داخل المنظمة، وجزء منها يجب أن يعني تحترم القوانين العامة سواء القطاع أو البلد. طبعا في أسئلة يبدو لي ما لها علاقة بالديتا غفرنس، فهذه ممكن أجاوب عليها في تويتر لاحقا، وش العلاقة بين المشين ليرنينج والبيج ديتا أناليتكس، ما لها علاقة بعدين. ما هي أهم نصائحك عند إنشاء مرصد صحي لوزارة الصحة؟ أهم نصيحة يا محمد الحوكمة البيانات، بالذات في القطاع الصحي حوكمة البيانات. إذا كانت في القطاعات الأخرى واجب، فهي في القطاع الصحي واجب 10 مرات، لأن القطاع الصحي قطاع حساس والبيانات اللي موجودة فيه بيانات حساسة. يعني لو نسوي data classification بيصير أغلب البيانات الموجودة في القطاع الصحي بيانات حساسة. فهذه نصيحتي يا محمد. الـ ERP بالمناسبة مساعد لتنفيذ حوكمة البيانات في أي قطاع. يعني لما يطورون ERP يأخذون في الاعتبار الرولز والبوليسي الموجودة في 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 الكتاب الأزرق اللي هو Data Governance. طب ترى الكتاب الأزرق ترى هذا ترى تأليف من عندي، لحد منكم يسمي الكتاب الأزرق بعدين اللي يقصد به Data Governance Manual. مصادرة، هل يمكن أن نتوقف على الأرشفة الورقية في القطاعات الحكومية؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني لعل وزارة العدل ومبادرتها في اللي حصلت قبل أسبوعين كانت يعني خبر رائع في الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية والتعاون الإلكتروني بشكل عام. بالخطوط الفاصلة بين الحوكمة وبنية البيانات نفسها، بمعنى إذا صممنا قاعدة بيانات بسيطة جدا أكيد فيها شرط. يا سلام، والله السؤال هذا جميل جدا. بنية البيانات نفسها في الداتابيس، إذا خلينا المتخصصين في الحاسب في الداتابيس يبنوا لنا، لن يأخذون في الاعتبار الحوكمة. أنا جالس أتخيل أن كل يعني داتابيس ديزاينر لما يجي يصمم حقل معين في الداتابيس يضيف عليه حقل إضافي خاص بالحوكمة، يعني يكتب مثلا هذا sensitive ولا public ولا private، فكأنها خاصية جديدة. فسؤال جدا رائع، والحوكمة تؤثر على البنية الأساسية للبيانات. السؤال هذا مبدئيا، كيف أجمع البيانات في إدارة صغيرة لا يوجد بها نظام بيانات؟ هل استخدم إكسل إلى حين تصغر إكسل على البرنامج السهولة؟ طبعا منظمات صغيرة تعتمد على حجم البيانات الموجودة عندها، الإكسل قد يكون خيار بس إنه مو خيار جيد على المدى الطويل. يجب أن يكون فيه يعني استخدام قواعد بيانات مثل أوراكل، مثل SQL سيرفر، مثل هل تتعارض حوكمة البيانات مع سياسة البيانات المفتوحة؟ الله، هالسؤال جميل جدا. أكثر شيء والله أنا مبسوط على أسئلتكم لأنها تعطيني يعني مسج أن الرسالة أو مفهوم حوكمة البيانات أنكم فاهمين أنها وصل. نعم، فيه ظاهريا هي متعارضة، كأنها متعارضة، لكن الواقع يقول لو تمت حوكمة البيانات بشكل صحيح
أو لو كان لدينا في السعودية حوكمة بيانات لأصبحت البيانات مفتوحة بشكل سهل جدا. لعلني أرجع إلى سؤال رشا في البنية التحتية أو البنية البيانات نفسها. لو كان بناء البيانات على شكل أخذوا في الاعتبار القوانين وأضافوا حقول، لكان بالإمكان وضع البيانات مفتوحة بكويري واحدة بس، فأقول where مثلا status equal public بس، فلما تكون public أنا بها الكويري البسيطة يكون لدي قدرة في أي مؤسسة وفي أي وزارة أني أجعل بياناتي مفتوحة بالABI، ما أحتاج فريق يصنفها بيانات مفتوحة وبيانات غير مفتوحة لا. فلو كانت الحوكمة تساعد وتدعم سياسة البيانات المفتوحة، الحوكمة من وجهة نظري، وهذا اللي خلاني أحط مساعد بين حمد وسعد، اليوم الناس يتكلمون على Data Protection، والتعارض هو ما بين البيانات المفتوحة وما بين يعني الأوبن Data والData Protection، هذه بينها تضاد واضح، يعني واحد يبغاها Close وواحد يبغاها Open. الحوكمة حتصنف لي هل هو Open أو Close، وحتصنفني هذا لو هو Close لكنه مهم، فحتى أخلي open يجب أن أسوي عليه بعض البروسيسنج، زي مثال العمر، بدل ما أكتب number exact number أحطه range. طبعا GDPR هو نموذج أوروبي الآن، واحدة من الولايات الأمريكية، وبكتب عنها إن شاء الله قريبا، سوت شغل مشابه GDPR ويطبق جانوري 2020، وهو حقيقة عامل مؤثر في تحديث حوكمة البيانات في كل الشركات والقطاعات اللي ترتبط بعملاء موجودين في الاتحاد الأوروبي، فبيرجعون وبيحدثون الكتاب الأزرق اللي قلنا لكم، وبيحدثون أنظمتهم حتى تتوافق مع GDPR. هل يمكن أن تكون حوكمة البيانات على مستوى أعلى بما أنه ليس داخل المنظمة الواحدة مثل حكومة على مستوى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بجميع وزارات الدولة؟ ممكن يعني لو تكلمت حوكمة البيانات على مستوى الجامعات تصير عن طريق وزارة التعليم، ممكن. طبعا هذا على افتراض أن أنظمة الجامعات ما فيها اختلافات، وبتصير فيها توحيد معين، بينما الواقع أن في اختلافات بين أنظمة الجامعات الداخلية، وهذا اللي يخلي يعني كلما عممت الحوكمة رفعتها فوق يتطلب أن الجهات اللي بالأسفل كلها ما يكون فيها فروقات، فيها standardization. فالجامعات الواقع الآن لا، في اختلافات بين الجامعات، في اختلافات حتى في الجريد، في الـ A والـ B وفي الإجراءات، في اختلافات، وبالتالي يس. هل هناك علاقة بين حكومة الشركات وحكومة البيانات الخاصة بها؟ في فرق كبير. أنا لست متخصص في حكومة الشركات، لكن حسب ما أفهم أن حكومة الشركات تعني أن من يضع اللوائح والأنظمة للشركات مهم بالملاك، لا يعني ناس ثاني ما أدري والله وشهم. فالحوكمة الخاصة بالشركات تختلف عن حكومة البيانات، يعني كلها حوكمة وكلها عبارة عن إيش؟ كلها عبارة عن أنظمة ولوائح وقوانين تطبق. أنا بالنسبة لحوكمة البيانات هي الحوكمة اللي تؤثر في البيانات سلبا أو إيجابا، وبالتالي يجب أن يكون يعني لدي نظام يتحكم فيها. طبعا في بعض الأسئلة اللي يمكن ما لها علاقة بحوكمة البيانات، ترى فعلا يعني انا ودي منكم جميعا انكم تتبنون ثقافه حوكمه البيانات، هي خطوه حتساعدنا كثير كمحللين بيانات، وحتساعد الناس حتى اللي موجودين وشغالين في الديتا سيكوريتي. اللي محمسني على هالموضوع حقيقه ودي كلكم تتبنون مبدا ديتا جافرنانس، واتمنى اني وصلت الرساله واني اقنعتكم باهميه الديتا جافرنانس. ما مخاطر البيانات المفتوحة على السوشيال ميديا؟ أعتقد أن لها مخاطر. مفهوم البيانات المفتوحة يعني هذا موضوع مختلف. البيانات المفتوحة
هي بيانات حكومية يتم نشرها لدعم التنمية المستدامة، تقليل الفقر، وفتح فرص أعلى للتوظيف، تحسين الخدمة. يعني البيانات المفتوحة يعني هو عبارة عن اتفاقية ما بين دول العالم، والبنك الدولي يساعد ويشجع على أن الحكومات تفتح بياناتها، خصوصا البيانات المرتبطة بالتنمية المستدامة. السوشيال ميديا لا يعني عبارة عن شبكات اجتماعية موضوعها مختلف تماما ولها أهداف. يتكلمنا عن لينكد إن فهو الخاص بالبروفيشنال، يتكلمنا عن تويتر فهو يعني سوشيال ميديا خفيفة، الفيسبوك أقرب ما يكون لنا يعني علاقات اجتماعية، والبيانات الموجودة فيها كلها تعتبر يعني أصلا مفتوحة باي ديفولت، مع أن بعض البلاتفورم يعطي اليوزر خيار أن يحمي يجعل بياناته مفتوحة أو غير مفتوحة. ولعل أحد الأمثلة تويتر والبروتكتد أكاونت موجود في تويتر. هل هناك شهادات مهنية متخصصة في مجال إدارة البيانات؟ نعم موجودة، أظن من ساب ومن آي بي إم وفي مايكروسوفت. عندنا جي دي بي آر؟ لا ما عندنا جي دي بي آر، ولا حتى في أمريكا جي دي بي آر إلا واحدة من الولايات تبدأ، ولا في أمريكا اللاتينية ولا في أفريقيا ولا في آسيا، ولا جي دي بي آر خاص بالاتحاد الأوروبي. لا ترى أنه لكي يكون هناك دليل حكم لا بد من داتا جفرمنت فعلي لأي منشأة وجود نظام على مستوى قطاع ودولة تعمل بها في أوروبا وجود شرطية. أوكي سهلا. ضيعتكم على جبل الأسماء. لدي اقتراح بخصوص أسماء الأشخاص في الأمثلة المستخدمة أثناء شرحك. حمد محلل بيانات، سعد أوكي مفترض، والله فعلا مفترض أني أنا كان عندي بسمي مساعدة بسمي حاكم، وسعادة بسميها يعني ما أدري والله، بس فعلا حمد وسعد أنا ذكرتها لأنها خفيفة في النطق، لك لا يعني وجهة نظر صحيحة. مساعد هو اللي خاص بالداتا غافرنس. يس عبد الوهاب نعم، الخصخصة تساعد على الحوكمة لأنها تعطي صلاحيات أكثر، ولما تصير قطاع خاص كل الناس اللي مساهمين مهم بالنسبة لهم أن يصير في حوكمة واضحة تحفظ يعني استمرارية البزنس. هل تتفق معي أن تقنية المعلومات هي المحرك لتنفيذ استراتيجية الأعمال؟ أنا ما فهمت السؤال هذا صراحة. هل يمكننا الحصول على شهادات متخصصة في تحليل البيانات دون اعتبار التخصص؟ مثلا أنا تخصصي أدب ولا علاقة بالحاسب. طبعا تحليل البيانات أنا ذكرت في داتا الإعلام أني أنا وجهة نظري أن في المستقبل بيصير تحليل البيانات مهارة سكيلز بغض النظر عن التخصص. فالإجابة على السؤال هل بإمكان أحد يعني يتخصص أو يأخذ مهارات تحليل البيانات دون اعتبار التخصص، في بعض الأدوات اللي يسهل استخدامها من غير المتخصص. ترى أبرز مثال على يعني أدوات تحليل البيانات هو برنامج إكسل. مايكروسوفت إكسل هو عبارة عن برنامج لتحليل البيانات، وفي قدرات رهيبة جدا، قدرات رهيبة جدا سواء في تنظيف البيانات أو في معالجة البيانات وفي رسم رسومات فيجرز ممتازة جدا. فيعني للإجابة على السؤال مو بالضرورة أن الواحد يصير متخصص، المتخصصين هم مطورين ل يعني التحليل المتقدم Advanced Data Analytics، وأيضا يشتغلون على لغات برمجة، و يعني هم داعم كبير جدا لتحليل البيانات وخصوصا المتقدم. بس بإمكان الناس الآخرين الغير متخصصين أنهم يتعلموا بعض الأدوات حتى تساعدهم في عملهم. يعني أتخيل طبعا يعني أنا يوم قلت أنها مهارة معناها في المستقبل في الوظائف
بتكون انا اظن يعني انا هذا توقع يعني بيكون في المستقبل الناس اللي عندهم مهارات تحليل البيانات بيكون لديهم نقاط اضافيه لو تقدموا على وظيفه واحده عن الاخرين. فمو لازم ادخل في تفاصيل تحليل البيانات لكن يكون عندي قدره على يعني تصميم بعض تقارير، عمل بعض تحليل البسيط حتى افهم عملي وازيد من انتاجيه عملي، وتساعدني في فهم العملاء، في فهم الأشياء اللي أنا أتعامل معها بشكل يومي. أنا أحاول أشوف إذا كان في أسئلة، لأني بالبداية ما مريت على الأسئلة اللي فوق. طبعا SQL افضل من الاكسل بحكم ان SQL تتعامل مع بيانات كثيره. الاكسل ايضا الاكسل ترى يعني في امكانيات جيده، وانا يعني اعرف كثيرين هم من اكبر جمهور اكسل، وحقيقه يعني غير المتخصصين يعتبر اكسل اكثر من رائع. في بعض يعني الأدوات اللي قد يسهل استخدامها من قبل غير متخصصين مثل تابلو، مثل باور بي آي. أنا نصيحتي يعني أن الناس اللي يبغون يخشون هالمجال أنه يتعلم بعض مبادئ الإحصاء، يبدأ بإكسل، أي بيانات يلقاها يحاول يحللها. لازم يكون له هدف، لازم يكون له هدف. يعني خلوني أقول من يتعلم اللغة الإنجليزية أكبر حافز له حتى يتعلم اللغة الإنجليزية إما تخصصه أو بيئة عمله أو أنه راح يدرس في بيئة تدرس باللغة الإنجليزية، في هالحالة لازم يتعلم اللغة الإنجليزية. لو ما خلقت هالظروف هذه أو هالأوضاع اللي أنا ذكرتها لكم لن يكون لدي حافز، ما لها فائدة. نفس الشيء بالنسبة لتحليل البيانات، إذا ما كان عندك هدف، إذا ما أنت محتاج تحليل بيانات فلا تدخل يعني تخصص علم البيانات ولا تحليل بيانات فقط لأن الناس يتكلموا فيها ولأنه مجال. لا، إذا ما كان عملك يتطلب تحليل، إذا ما كنت توك بتحدد تخصص ووجدت نفسك في هالمجال، وإلا يعني قد يكون مجالك في يعني شيء ثاني غير مجال البيانات تحليل البيانات. الله يحفظكم. وما أدري إذا أعتقد الأسئلة حاولت أجاوب عليها كلها. دكتور ما قصرت صراحة، لقاء ثري وجميل والموضوع مهم، وحقيقة وفقنا باستضافتك يعني في هذا الموضوع بالذات، يعني حقيقة في منصة تزامن، وأكبر دليل على أنه فعلا استفاد الناس الأسئلة، كمية الأسئلة الكبيرة اللي تلقينا أثناء المحاضرة وبعد المحاضرة. فشكرا لك دكتور حمود على هذا الإثراء، شكرا لك باسمي طبعا أخوكم محمد جار الله وباسم عمادة التعلم الإلكتروني باسم جامعة الملك خالد على هذه الندوة الرائعة، ونتمنى إن شاء الله نلقاك بإذن الله في ندوات قادمة وفي مواضيع أخرى تهم الناس وتهم المجتمع. شكرا لكم أنتم أيها الحضور من الحاضرين والحاضرات الذين أثريتم هذا اللقاء بأسئلتكم ومداخلاتكم ونقاشاتكم، ومن أراد أن عنده أسئلة إضافية فممكن يتواصل مع الدكتور حمود عبر حسابي في تويتر. وإذا لك أي تعقيب كلمة أخيرة دكتور حمود وننهي اللقاء. هذا حسابي في تويتر، وأنا أشكركم حقيقة على هذه الاستضافة وعلى إعطاء هذه المساحة. يعني كانت فرصة بالنسبة لي أن أتكلم على موضوع مثل موضوع Data Governance وأهميته. أشكرك أخوي محمد على يعني كل الجهد اللي بذلته قبل اللقاء وفي تنظيم اللقاء. أتمنى إن شاء الله أني ما كنت ضيف يعني ثقيل، وأتمنى يعني يمكن بعض الأسئلة ما قدرت أجاوبها، لكن مثل ما تفضلت بإمكانهم يطرحونها علي في تويتر. شكرا جزيلا لك ولسعادة دكتور محمد
الأحمري عميد عمادة التعلم الإلكتروني. دكتور فهد. دكتور فهد الأحمري. محمد الأحمري واحد من الأصدقاء. أشكر الدكتور فهد حقيقة وجهودكم في المنصة جدا رائعة. ما شاء الله تبارك الله حققت أرقام كبيرة. أتمنى لكم التوفيق وأشكر كل الحاضرين. يعني سعدت بمداخلاتكم وبأسئلتكم وأتمنى إن شاء الله أن نجد يعني نلتقي بكم في يعني في لقاءات قريبة. والله يعطيكم العافية جميعا. شكرا لك. شكرا لكم أيها الحاضرين والحاضرات. نستودعكم الله في لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.